بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات، أصدقاء صالون الملتقى الأدبي، أهلا ومرحبا بكم في رابع جلسات صالون الملتقى الأدبي في معرض أبوظبي الدولي للكتاب لعام 2021 بالتعاون مع إدارة جائزة الشيخ زايد للكتاب. بداية نشكر سعادة الدكتور علي بن تميم رئيس مركز اللغة العربية والأمين العام للجائزة، ونشكر الأستاذة موزة الشامسي المدير التنفيذي لمركز اللغة العربية بالإنابة، مديرة معرض الكتاب، مديرة الجائزة. نلتقي اليوم مع الأديبة والشاعرة إيمان مرسال، الدكتورة إيمان مرسال، لمناقشة كتابها في أثر عنايات الزيات الصادر عن دار الكتب خان، والفائز بجائزة الشيخ زايد الكتاب في فرع الأداب هذا العام. يختفي كتابنا الذي نناقشه اليوم أثر كاتبة مصرية شابة هي عنايات الزيات، التي رحلت في الستينات العصر الماضي القرن الماضي، تحديداً في يناير 1963، في ظروف مأساوية تاركة وراها رواية وحيدة هي الحب والصمت. في الكتاب الرائع تمتزج السيرة الذاتية للكاتبة بسيرة عنايات الزيات، فمرسال يلفت نظرها رواية عنايات، فتبدأ رحلة البحث والتقصي عنها، رحلة كلها إصرار صادق ورغبة حقيقية في المعرفة. أثناء بحث إيمان مرسال عن أي أثر لعنايات الزيات، تأخذنا معها لشوارع القاهرة، نتجول معها ونتعرف على التغيرات التي اعترت التاريخ والجغرافيا المصرية المعاصرة من تغيرات في نصف قرن تقريبا. كل هذا يسير مع رحلة مرسال نفسها وحياتها الخاصة وبحثها ومواجهتها وعالمها. في الكتاب بحث رائع عن عنايات الزيات وعن شبكة علاقاتها التي تكتشف أثناء القراءة أنها مصر التي لا يضيع فيها تاريخ ولا ينقطع فيها أثر. فالفنانة نادية لطفي وهي صديقة عنايات المقربة، ومدام أفلاطون هي اللي من تخيط أثوابها، وهي نفسها أم الفنانة التشكيلية الكبيرة إنجي أفلاطون، ومستشفى بهمان الذي عولجت فيها عنايات، التي ترأسه حاليا أحد أكبر أطباء مصر وهو حفيد بهمان المؤسس، وغير ذلك الكثير. الأخوات والأخوة الأعزاء، تذهب جائزة الشيخ زايد للكتاب فرع الأداب كل عام لمبدع جديد، وهذا العام تحتفي الجائزة بجهد إيمان الكبير الذي بذلته لتتعرف على عنايات وتتبع المعلومات عنها في حي الدقي والمقابر، ودفعا لتقرأ العديد من الأوراق وتجري العديد من المقابلات. بتعبير آخر، نحن اليوم أمام جهد ملهم وكتاب رائع. أتمنى لكم جميعا أمسية مفيدة وحوارا مثمر. أترككم الآن مع الأخت الغالية نادية للتعريف بالكاتبة. يا مرحبا وأهلا وسهلا فيكم، وشرفتينا الدكتورة إيمان. أهلا بكم. يسعدني أن أرحب بالشاعرة والأكاديمية والناقدة المصرية الدكتورة إيمان مرسال، كما يسعدني تقديم التهنئة بمناسبة فوزها بجائزة الشيخ زايد للكتاب عن فئة الآداب في دورتها الأخيرة. تخرجت الدكتورة إيمان في جامعة المنصورة، وحصلت على درجة الماجستير في الأدب العربي بعنوان التناص الصوفي في شعر أدونيس. تركت دكتورة مرسال مصر إلى مدينة بوسطن الأمريكية في 1998 بعد سنوات من العمل كمحررة في مجلة أدب ونقد القاهرية، ومن بوسطن إلى ألبرتا كندا، حيث تعمل أستاذ مساعد للأدب العربي ودراسات الشرق الأوسط في جامعة ألبرتا. أقامت عامي 2012-2013 في برلين كأستاذة متفرغة لإنهاء كتابها عن أمريكا في كتابة الرحلة العربية، وهو تطوير لرسالتها للدكتوراه التي حصلت عليها عام 2009 من جامعة القاهرة. نشرت قصائدها منذ بداية التسعينيات في مجلات مستقلة مثل الجراد والكتابة الأخرى، كما ترجمت مختارات من أعمالها إلى أكثر من 22 لغة، آخرها مختارات إلى اللغة الهندية وأخرى إلى الإسبانية، وسوف نعرض لكم على منصة تشات كافة أعمالها المنشورة. شاركت في مهرجانات في دول مختلفة حول العالم، ومثلت مصر في مهرجان Poetry Parnassus في لندن عام 2012، وهو أكبر ملتقى للشعراء في العالم. باسم السيدة أسماء صديق المطوع، مؤسسة ورئيسة صالون الملتقى الأدبي، يسعدني أن أرحب بالدكتورة إيمان مرسال في جلسة افتراضية جديدة وحوار معها حول روايتها في أثر عنايات الزيات. أهلا وسهلا فيك الدكتورة إيمان. أهلا بكم. مرحبا دكتورة. من كتابة في صفحة 25 قلتي وقتها: أنا منفية عن نفسي، لا أحد قادر على استطراء عفو عن روحي لترجع فتحس أن جسدها هو وطنها الصغير. لو أستطيع أن ألغي ذاتي وأولد من جديد في مكان آخر وزمان آخر، زمان آخر، ربما ولدت في الزمان الخطأ.
أحيانا يهز كيانك عمل أدبي ما لا يعني ذلك أنه عمل غير مسبوق في تاريخ الأدب أو أنه أفضل ما قرأته في حياتك. إنها الصدف العمياء التي تبحث لك رسالة تساعدك على فهم ما تمر به في اللحظة التي تحتاجها دون أن تعرف أنك تحتاجها. الامتنان ليس الأعمال العظيمة فقط ولكن الأعمال التي كان دورها عظيما في فهمنا لأنفسنا لحظة محددة حتى أننا عدنا نلتفت لحياتنا يمكننا تعريفها بهذا العمل. إنها رواية عن الموت. ممكن تعرفين رحلتك مع الصدفة اللي جمعتك في الكتاب ولحد ما وصلتي لحد ما وصلنا نحن بعد هالرحلة الطويلة. دكتورة إيمان. يعني هو الرحلة في الكتاب يعني أنا حاولت أكتبها داخل الكتاب لأني يعني أنا بتصور إن كتاب في أثر عنايات الزيات الحقيقة هو البطل فيه هو رحلة البحث واللحظات المهمة أو المنورة. يعني ما أعتقدش إن أي حد بيكتب عن رحلة بحث ممكن يكتب كل حاجة وكل لحظة مهمة بس بيكتب المحطات أو العتبات اللي بتشكل يعني تطور مشروعه أو وعيه أو معرفته باللي هو بيكتب عنه. ففعلا اللحظة إن أنا ككاتبة شابة عايشة في القاهرة بعمل ماجستير عن التناص الصوفي في شارع أدونيس وعايزة كتاب كرامات الأولياء للنبهاني فهو طبعا مجلداته غالية فبنروح في مصر عندنا يعني فكرة أسواق الكتب المستعملة والقديمة يعني هي كتب موتى عادة. رحت أجيب الكتاب فوعت في إيدي الرواية. الفكرة هنا في الحقيقة إنه إحنا بقرينا كتب كتير جدا أثرت فينا ومش شرط إنها كتب عظيمة ده أكيد. يعني أقصد أنا يعني ما كانش عندي أي رغبة أتكلم عن أهمية رواية عنايات في أدب المرأة أو في كتابة الرواية العربية رغم إن أنا شايفة أنها مهمة وممكن أكتب دراسة أكاديمية عندها. أنا كنت عايزة بس أمسك بفكرة أنه ممكن عمل أول لكاتبة أو كاتب يعني وما يكونش من الأعمال العظيمة في تاريخ الأدب بس يأثر فيك بشكل ما لأنه أنت قريته في اللحظة دي اللي كان عندك نفس يمكن نفس نوع الضعف والهشاشة والاكتئاب والأرق والأسئلة اللي كانت عند بطلة عنايات هي بتكتب الرواية. بشكل تاريخي بقى الرواية لأنها ما كانتش موجودة في الكانون أو في التاريخ للأدب العربي الحقيقة أن الرواية دي سابقة تماماً ومنورة فيما يخص كتابة المرأة العربية. الرواية اتكتبت سنة 1960 ولو عملنا يعني حصر للروايات المرأة العربية اللي كتبت قبلها وشفنا يعني كان بيكتب فيها ايه ممكن فعلا نقدر نتخيل اختلاف الصوت ده في لحظته. لكن الاهم من ده هو ان الصوت ده يكون مؤثر عليك لحظة القراية فالامتنان ده يحصل حتى لو انت تجاوزت اللي انت بتقراه بعد 20 سنة وبدأ يبقى عندك تصور مختلف عن الادب مثلا لانه القرايات دي هي اللي زي ما انا بقول في الكتاب بتعرفنا بحياتنا نفسها أو بعين. طبعاً نحن عادة في صالون الملتقى نفتح الأسئلة بينك وبين صديقات الملتقى وأعضاء الملتقى. طبعاً بنفتح مباشرة السؤال لأنه بيكون من خلاله الحوار هو حول الرواية. تفضلي الدكتورة عزة. تفضلي. مساء الخير. مساء الخير جميعاً. مساء الخير دكتورة إيمان ومبروك على الجائزة المستحقة. شكرا. الحقيقة أنا شفت إن الجائزة هي احتفاء بالبحث وجائزة للدقة بالباحث الدؤوب وجائزة لشغف الباحث اللي يشغله موضوع صغير ويؤرقه وبعد شوية يصبح جزء من حياته ويعني ربما أنا اعتبرت إنها جائزة لي أنا أيضا يعني شغف البحث وإن كنت طبعا لسه لدي ولا ربع ولا ثمن المصابرة على المعلومة زي ما حضرتك تفضلتي فهي جائزة احتفاء بالباحثين كلهم وبالدأب وبالأرق اللي ياخدك للمقابر سيدة تتجول في مقابر القاهرة وأنا أعلمها جيدا يعني ما يمكن أن تمثله من رهبة وخوف وغير الصورة الذهنية المنطبعة عن السيدات بتتمشى في هذه الأماكن. كمان يعني غرابة الكتاب
أنا شفته هو سيرة داخل سيرة داخل سيرة، يعني من سيرة عنايات لسيرة حضرتك لسيرة وطن كامل. وتذكرت مقولة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم. يعني بعدسة مكبرة حضرتك كباحثة ألقيتها على وضعتها على عنايات، فشفتي مجتمع كامل، يعني شفتي في ربما ما لا يراه الأنثروبولوجيا الذي شرح فترة الستينيات، بدءا من سدنة المعبد اللي حيك سميتيهم كهنة الأدب ليتحكموا فيما ينشر وما لا ينشر ويمارسوا الرقابة، رغم أنهم ربما يعني من أنصاف المواهب برغم أسمائهم اللامعة والكبيرة وخلافه. ويعني حتى قضايا الأحوال الشخصية، قضايا المرض النفسي والأزياء الستينات كان كفيلة بأن أنها تظهر، بما أنه حضرتك ركزتي على الشخصية دي. ومن لأن أنا بدأت بقول لحضرتك أنها احتفاء بالبحث، فأنا أعلم أيضا أنه لما الباحث ينتهي من الكتاب هو لا ينتهي منه، يظل الأرق. يعني أنا يوم ما انتهيت من رسالة الدكتوراه كنت بسأل: طب ماذا عن اليوم التالي؟ أنا بسألك عن اليوم التالي، يعني ما بعد الكتاب وما بعد الجائزة، يعني ماذا تبقى من عنايات في مشاريعك البحثية القادمة؟ وألف مبروك مرة تانية على الجائزة المستحقة. شكرا جزيلا. هو أهم لحظة أعتقد بتخص الكتابة، يعني أنا بتهيألي هي لحظة الكتابة نفسها، يعني أقصد هي اللحظة اللي بتبقى فعلا متوترة وعندها أمل كده، وبتمر بلحظات يأس، وكلنا عارفين ده، سواء بتكتبي دكتوراه أو بتكتبي قصيدة. يعني أقصد الكتابة لها، يعني هي عملية إنتاج وإنتاج فردي. فدايما أنا دايما الحقيقة بشوف إن هي يعني أجمل حاجة، يعني هي عملية الكتابة نفسها. الكتاب ده بالذات يمكن أكتر شوية من الكتب التانية، يعني أعتقد أنا جالي اكتئاب شديد جدا لما خلصته، يعني كأنه كان شاغل يعني حياتي. ويعني ولما بتكون حاجة أنت يعني بتعمليها بقلبك، يعني أي حاجة، يعني حتى لما بتكوني بتعملي أكل يعني بضمير شوية، بتحسي يعني إنه إيه، إنه يعني جزء من العالم أكتر. لما الكتاب بيخلص أعتقد دي تجربة كتاب كتير وكاتبات كتير، إنه بتحسي بالخواء كده، زي يعني علاقة عاطفية فشلت ولسه خلصانة، زي موت حد، في حاجة راحت كده. أنا ما توقعتش الحقيقة إن الكتاب ده يتقري أصلاً. أنا فاكرة حوار ليا مع صديق لما الكتاب نزل، أنا كنت في كندا طبعاً لما الكتاب طلع، وكان صديقي في كندا ياسر عبد اللطيف وهو كاتب مصري، فكنت بقول له يعني عليا النعمة الكتاب ده هيكون فضيحة الفضايح، الناس هيطلعوا يقولوا احنا مش عارفين هو رواية ولا سيرة ذاتية ولا كذا ولا كذا، بس انا ما كنتش شايفة اي طريقة انك تحكي القصة غير بالشكل ده بالطبقات دي. فالحقيقة الكتاب فاجئني بالمقروئية الكبيرة، والأهم النقاشات المحترمة يعني اللي أنا شفتها بتدار حوالين الأرشيف أو المجال الأدبي والاستبعادات منه، أو كتابة المرأة أو والجائزة طبعاً تشريف كبير يعني، وأنا طبعاً فخورة وسعيدة جداً إن أنا حصلت على جائزة الشيخ زايد في الأدب. لكن بيفضل حاجة كده جواكي ككاتبة، هي توتر مستمر، والله ما اعرف هو ايه. يعني اقصد انا كنت فرحانه ان الكتاب طلع واتقرا، بس كنت قلقانه، ولما اخذت الجائزه كنت فرحانه جدا بس برضو قلقانه. فانا ما اعرفش ده كل الناس كده ولا انا اللي مجنونه ولا في حاجه غلط، يعني انا مش عارف. اصل الكتاب طرح مجموعه جمله من الاسئله اللي لسه يعني تحتاج الى المزيد من البحث، مثلا على موقف الناس الكاتبات في الستينيات، عن طبيعه العلاقات الاجتماعيه ما بين الطبقات حتى اللي كانت برغم ثوره يوليو دمرتها واتت عليها وغيرها. فهل يعني هيتولد في مشروعات بحثيه قادمه؟ لا اعتقد، انا اعتقد ان الكتاب اللي انا بتمنى اكتبه دايما هو الكتاب اللي بيفتح سكك وناس يجوا ويعني يكتبوا ويبقى الكتاب ده في ذهنهم يعني بشكل او باخر، مش انه يبقى مرجع يعني، بس يبقى يعني
خطوة في إنهم يعني يكتشفوا برضو هما عندهم أسئلة عن إيه وعايزين يكتبوا إيه، ويمكن يكون في حاجات في طريقة السرد أو في جرأته إنه إحنا مش ملتزمين بنوع أدبي معين. يا جماعة الكتابة أكبر من فكرة الشعر والرواية، أو يعني نتمنى إن ده يوصل لقراء أكتر يعني، والناس بيحبوا يكتبوا أكتر. لكن أنا في الحقيقة مشغولة دلوقتي بديوان شعر جديد، بحاول يعني، لا مش دلوقتي، هو أنا بقالي 5 أسابيع ما اشتغلتش في أي حاجة، أنا بتكلم يعني بشكل عام بعد كتاب عناياتي زياد. وأنا بكتب كتاب عن اللكنة، وهو ده الكتاب اللي أنا موجودة فيه في مارسيليا، يعني بسببه في مارسيليا عندي يعني منحة هنا علشان أتفرغ لكتابة الكتاب. فهو كتاب عن اللكنة مثلا، اللكنة يعني كمجاز وكحاجة بتسبب ألم شخصي للمهاجرين وللطبقات الأدنى في قدام الطبقات الأعلى، وكتيمة مهمة لفهم خطاب القومية العربية على سبيل المثال. فأنا بشتغل في الكتاب ده برضو من سنين، يعني هو كتاب منتج، أنا نشرت يعني فصل منه سنة 2010 يعني من 11 سنة، ودلوقتي عايزة أخلصه. طيب إيه العلاقة بين اللكنة وبين عناياتي الزيات؟ طيب ايه العلاقه بين عنايات الزيات وكتاب الامومه اللي انا كتبته قبل كده او القصايد؟ انا بحس انهم كلهم حاجه واحده، يعني بصرف النظر عن الموضوع في فعلا اسئله شغله شخص معين، والاسئله دي بتتنقل يمكن من مكان لمكان. يعني المفروض بس ان هو يعني انا بتمنى من ربنا طبعا ان الواحد يفضل عنده نفس الاخلاص اللي هو بيعمله خلاص يعني، بس انا بقصد لما ببص من بره بحس ان الحاجات دي كلها والله مرتبطه ببعض، لها علاقه كده باسئله انسانيه بسيطه جدا يعني، وبطموح ادبي لتجريب يعني انواع سرديه وانواع شعريه مش شرط ان هو متفق عليه. هو لاحظت انا بالكتاب دكتوره ايمان مثل ما تفضلت الدكتوره عزه، يعني انت بديتي بنقطه ومشيت النقطه كان البدايه والنهايه مرتبطين ببعض، يعني التقاطع بينك وبين عنايات نفس التقاطع بيننا وبينك وبين عنايات. يعني من بداية زيارة القبر يعني شفتي الفرق من الماضي والحاضر، إن تحولت القبور إلى أماكن وسكن ومستوى المعيشي والفقر بين الغنى والشيء، يعني أنت كان دائما عندك السؤال بين اثنين غنى، يعني تضاد بين غنى وفقر، بين المظاهر الشكلية وبين الإنسان اللي يدعي يعني يدعي المظهر الاجتماعي. أيوه. بين الأبيض والأسود يعني كثير كتابك يعني يحس الواحد ويقرأ يعني ما هو يعني ما هي الحرية أو ما هو الإنسان اللي يحتاجه أو ما هو يعني من خلال نموذج عنايات، حتى عنايات حطيتيها لو كانت عنايات من مثل لطيفة زيات، يعني تكون من الناس اللي تحضر مجالس وتكون من المنتسبة لجهات قومية بفترة زمنية في السنة لو كانت مثل مي زيادة، لو كانت مثل صافي ناس كاظم أو سلمى الكزبري أو غيرهم، يعني حطيت لو كانت هي هناك هل هي بتنتحر؟ أو هل هي يعني هذا التساؤل حتى خلق عندنا نحن كقراء تساؤل، أنا مين؟ يعني هل أنا مثل عنايات أو مثل غيرهم؟ يعني هذا حلو الطرح، يعني حرض على الواحد أن يكتشف نفسه. يعني أنت شكرا جزيلا، أنت قلتي حاجة بس مهمة يعني نفسي أعلق عليها، وهي فكرة الطبقات. أنا فاكرة إن كان في مقالة مهمة جدا لهيثم الورداني عن الكتاب، وطبعا هيثم الورداني كاتب مصري يعني مهم للغاية من جيلي، وكان سأل سؤال مهم يعني ليه ما رغم إن الكتاب اتكلم عن كل حاجة تقريبا ما اتكلمش عن موضوع الطبقات بشكل مباشر، وهو أشار كده بشكل يعني ضمني إنه ربما يكون موضوع الطبقات هو موضوع أساسي، كأنه طبقة في السرد ماشية طول الوقت مش شرط يتم الحديث عنها بشكل مباشر. أيوة أنا بحس إن سؤال الطبقة سؤال مهم جدا، وإن إحنا مش ممكن نتكلم في موضوع الجندر من غير ما يكون سؤال الطبقة حاضر، سواء دلوقتي أو في الخمسينات أو في الستينات. ده موضوع كبير يعني، أقصد لو اتكلمنا فيه ممكن ياخد بقية الندوة، بس أنا بس حبيت يعني أقول إن أنا متفقة معاكي، وإن فعلا يعني سؤال الطبقة ده مهم، يعني أنا ما أقدرش أفهم ولا أتخيل شخصية عنايات أو فرديتها من غير في الحقيقة ما أحطها قصاد فرديتي في التسعينات
اللي أنا جاية من طبقة مختلفة تماماً عنها، يعني لا أرستقراطية ولا خريجة مدارس ألمانية ولا فأعتقد إن ده مهم جداً في السرد وفي أي سؤال يخص الجندر يعني. تفضلي أستاذة رنا، تفضلي. مساء الخير دكتورة إيمان، وأشكرك جزيلا على الرحلة بين الرحلة اللي أخذتنا فيها بين الأزمنة من بدايات القرن 19 إلى بدايات القرن 20 إلى نهاية القرن 20 إلى الأمكنة التي لم نكن لنزورها لولاك، الأرشيف، الشوارع، المقابر. كان كتاب جدا جميل. في البدء كانت الكلمة، وفي بدء اطفائك لأثر عنايات كانت الكلمة، وفي نهاية رحلة عنايات كانت الكلمة. فكل حوادث حياتها حورت وأولت، وشهدت قبرها كسرت، ماذا بقي منها؟ ما هو أثرها؟ الكلمة، الكلمة التي كتبتها. استوقفني كتابك في العديد من المحطات. المرأة التي لم ينظر إليها كشريك موازي للرجل، وكان هناك نوع من الرمزية في طرحك. مثلاً تعليق مصطفى محمود على كتابات عنايات أنها ناعمة ورقيقة مثلها، هذا يعكس الإطار الذي كان ينظر عبره للمرأة. كذلك نماذج عائشة التيمورية التي ورمزية الصراع بين رغبتها في التحرر وتمسكها بالتقليد عندما عارضت قاسم أمين. قد يكون الخوف عند المرأة من التغيير ومن الخروج عن العرف والتقاليد، وصولا إلى مواجهة عنايات لذاتها في المرآة. ماذا تريد أن تغير؟ قصة شعرها رمز أنوثتها، وكأن تلك الأنوثة التي سببت لها التهميش ووصلت بها إلى حسم قرارها بالانتحار. كنت رائعة في طرحك وفي تلك الرمزية الجميلة، زيف التوثيق وعبثية الحقيقة، دفعتني للتساؤل. ما مصداقية ما نقرأه؟ ما مصداقية التاريخ؟ ما مصداقية السير الذاتية التي نقرأها؟ هناك دائما وصايا وتدخلات، مثل ما حدث في وصاية العائلة، العيب، تحويل بعض الأمور وإخفاء بعضها. أعجبني جدا فكرة أهمية من يؤمن بفهم الآخر كما هو، لا كما يريد تحسين صورته، بل كما هو، كما هي واقعه تماما. سؤالي لك، هل كانت هناك أي وصايا أو اعتبارات دفعتك لإخفاء أمور أنت أو تأويل أخرى؟ وبما أنك كتبت عن الأثر، هل لديك هاجس ترك أثر لا يتلاعب بحيثيته؟ والشكر الجزيل لك. ما الذي أخفيته؟ أولا يعني خلينا أقول نقاط سريعة جدا، ويعني علشان يمكن أنت كلمتي كلام كتير مهم، فعندي كم نقطة. يعني أول نقطة ربما هي نقطة مين بيكتب التاريخ أو إيه القصة الحقيقية. الحقيقة أنه أنا شخصياً كان عندي هاجس طول الوقت أن أنا مش عايزة أكتب قصتها أصلاً، يعني أنا مش عايزة أكتب قصة الشخصية دي من الولادة للموت. يعني ده اسمها بايوغرافي، وده بيتكتب عن الناس بقى المهمين. يعني نكتب بايوغرافي عن جمال عبد الناصر، عن يعني عن نادية لطفي، يعني وهكذا. بمعنى انه في قارئ اصلا عنده فكره عن الشخص ده، فهو هيعرف اكتر عنه. انا ما كنتش عايزه اعمل ده، انا كنت عايزه يكون في يعني حكايات متقاطعه و
القارئ هو اللي يعمل يكون يعني يكون عنده معرفته هو بالشخصية دي، مش أنا اللي بتكلم بصوتها أو بدلا عنها. يعني في حاجات قابلتها في البحث وكانت بالنسبة لي كنز في لحظة، وكنت بقى يعني إيه اللي هو أنا بقى الكاتبة اللي هبقى بروفيشنال وأكتب يعني فصلين رائعين عن قضية عنايات في المحكمة. أنا جبت القضية، بس في الآخر أنت بتفكري لا، يعني هو الكتابة مش كده فعلا. الكتابة مش إن أنا أجيب قضية وأحطها في كتاب، أو أجيب ملف طبي نفسي وأحطه في كتاب إطلاقا. يعني هتبقى هنا الموضوع كأنه عرض في باترينا، يعني إنك بتعرض ده وبتعرض ده وبتعرض ده، ده شغل ناس تانية، أنا مش بالذات متحمسة يعني أضيع وقتي فيه. أنا كنت عايزة بس شظايا أو شذرات من القضية ومن التجربة بتاعت العلاج النفسي تدخل في حكي للقصة. يعني هي دي حاجات كأنها برضو تقاطع بيني وبينها، تقاطع بين أنا بشوف القضية إزاي أو بشوف تجربتها في المرض النفسي إزاي وتجربتها هي نفسها اللي أنا جبتها من الأرشيف بقى ومن زيارة المستشفى ومن قراية القضية إلخ إلخ. بالنسبة لموضوع الأثر، أي حد بيهاجر بشكل عام يعني في تجربتي بيبقى عنده هلع من موضوع الأثر. الهجرة في حد ذاتها في رأيي هي يعني بروفة للموت، بروفة للانخلاع من مكانك الأصلي. يعني فأنا بعتقد إن الناس لما بيهاجروا بيبقى عندهم كده الإحساس اللي هو أنت بتدور على جواب من حبيب قديم نفسك تقراه. ده لابد يكون في الصندوق الكذا اللي في بيت بابا. بتدور على معرفش أول مجلة حائط عملتها في الجامعة، لا ده لابد يكون في شقتي في المانيال أو ضاع. فطول الوقت أنت بعيد عن تاريخك الشخصي أصلا. يعني ما فيش حد بيهاجر وياخد معاه كل فتفوتة ورق وكل الهدوم اللي بيحبها وكل الكتب اللي بيحب يقراها. ففي تجربة خلع في كل الأحوال. أنا فعلاً خدت وقت إن أنا أتخلص من ده، يعني كنت حريصة قوي على إني ألاقي كل مسودات قصايدي واللي بسميه أرشيف الشخص يعني. بس حقيقي يعني الواحد مش مهتم، يعني أقصد لو في حاجة هتبقى، يعني لو في حاجة مهمة هتبقى، يعني مفيش في فرصة العناية. يعني فكرة العناية بالأرشيف الشخصي دي وتنظيمه وتبويبه كتابة وصية يعني مش موجودة. شكرا لأسئلتك. بس دكتورة إيمان، يعني أعتقد أسلوب ذكاء منك، يعني أسلوبك مش يمكن الغربة يعني خلتك إن تقولين مهم. إحنا قرينا مرة عن مودينيوم اللي خد جائزة نوبل، يعني كل رواياته المجمع رواياته قرينا كان يتكلم عن الأمكنة، يتكلم عن الأشياء اليومية الحميمية، العلاقات الاجتماعية بين الناس. أنت ركزتي على أهم أربع قضايا مهمة في الكتاب. أنا رأيي حسن شاه أريد حلا كانت قضية مهمة فترة، يعني ربطيها بعنايات إنه يعني بحسب بحكم حضانتها لابنها يعني أدى إلى انتحار، وهاي قضية أثارت، وهذا يعني ممكن فيلم يغير، كتاب يغير. يعني الحلوة هاي النقطة اللي حطيتي عليها. نفس الشيء قضية مثل ما قلت أنا مساعة القضايا، يعني حطيتي قضايا مهمة أنت ركزتي عليها، إن لقضايا المرأة، كتابة المرأة، حتى الكبار مثل مصطفى محمود وأنيس منصور مع أنها هي موجودة وكاتبة يعني، وكانت يعني يوريك قوانين لهذا. حلو أضأتي إلى نقطة مهمة في مصر، دولة مصر الأم الدنيا أسميها دائما، فترة ثورة عكاشة، كتاب كل ست ساعات، يعني هاي قضايا حليب لكل طفل. هي على فكرة مش عارفة، يعني أنا مش ببص للحاجات دي على إنها قضايا مهمة أنا عايزة أطرحها أصلاً. يعني أقصد هي الفكرة بس إنه بتكتبي عن شخصية، عنايات دي لا هي موجودة في الأرشيف الجامعي ولا أهلها احتفظوا بأرشيفها الشخصي، فأنت بتحاولي تخلقي الحياة دي، الأرشيف ده، إيه اللي كان مهم في حياة الشخص ده. بالصدفة البحتة قضية القصد دي بتاعت ابنها، قضية الحضانة بتاعت ابنها كانت مهمة. ففي الحقيقة يعني أنا شخصياً مش بحب الكتب
اللي هي متصورة إن الأدب هيغير العالم أساساً. الأدب مش بيغير حاجة دايركتلي يعني أو مباشرة، الأدب بيغير وعينا إحنا بالحاجات. فأنا بتصور إنه كان ممكن قضية الحضانة تكون مهمة فأتكلم عن القانون بالنسبة للعنايات، بس ممكن بالنسبة لحد تاني ولو بكتب عن شخصية تانية ما يكونش موضوع القانون ولا وقوف المرأة قدام القانون مهمة مثلا. يعني ده اللي أنا بتصوره. يعني أنا مثلا كنت يعني مندهشة ومستمتعة جدا بقصة الألمان في مصر. يعني أقصد أنا شخصيا لم أعرف فعلا، لأنه إحنا عندنا صورة الأجنبي في الأدب بتاعنا. الأجنبي في الأدب بتاعنا لو ما كانش جندي بريطاني في الأفلام الكوميدي هيبقى واحد من عصابة أمريكية، ممكن تكون واحدة بتتجوز طالب مصري مبعوث للغرب ورجع بيها فبتتكلم عربي مكسر. يعني طول الوقت الأجانب external other كده، ما حدش عايز يعني يشوفهم ولا يشوف علاقتهم بثقافتنا. الألمان في مصر لعبوا دور كبير جدا في مشهد ثقافي وطبي وعلمي وفي تأسيس المتاحف و و و وعنايات كانت مهتمية بأحد أفراد ده. بالنسبة لي الحقيقة ده كان حاجة لم أفكر فيها إطلاقا لما بدأت البحث عن عنايات. يعني أقصد دكتورة أسماء ده كان مفاجأة، يعني أحد مفاجآت البحث، مش إن أنا كنت عارفاه قبل ما أبدأ. سوري أطولت أنا، طولت. لا 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 بالعكس، إحنا بقى نسمعك، إحنا أصلا جايين نسمعك. تفضلي دكتورة جميلة، تفضلي. مساء الخير والنور السرور. مبروك دكتورة إيمان على هذا الإنجاز وأهنيك عليه وتستحقينه بجدارة. قلت إنه جمعت لنا الكاتبة منى مرسال شظايا الجواهر الروحية التي تفتتت وتفلتت من حياة عنايات من خلال حادثة فقد حياتها بسبب القسوة، وكان تتبع الأثر من خلال المصادر المختلفة والمواضيع المختلفة هو رحلة بحث جادة استمرارية وحماس من قطع النظير. في نظري إنه عنايات نفسها كسبت أخت غير بيولوجية في حياتها وهي نادية لطفي، لكن أيضاً كسبت أخت أخرى غير بيولوجية وهي إيمان بعد فقدها حياتها من خلال الرسائل الكونية. يجيك إشارات التي تصلها من عنايات والتي بدأت من صفحة 9 لما قلتي لو لم أصل إلى عنايات اليوم فسترسل لي إشارة عندما تريد، وتكررت الإشارات من عنايات إلى إيمان ونادي بدرجة تردد عالي في ثنايا الرواية في صفحة 12 وإلى نهاية آخر سطر في الرواية عندما أحست الكاتبة أن عنايات تعرف ما تريد وأرادت أن تكون حرة بلا إرشيف ولا شجرة عائلة أو قبر، وستقرر من تمشي إليهم مستقبلا. يعني هاي الرسائل كثير أنا أحبها، يعني أحب هالأشياء. الرسائل التي تساعدنا على فهم ما نمر به وفي رحلة البحث عن المعنى من الأعمال الأدبية كانت كثيفة في هذه الرواية. يعني أنت ركزتي على هذا المفهوم وإحنا وصلنا كثير فيه، كانت رسائل قيمية تساعد الإنسان أن يبحث عن المعنى وأن يكون ذاته. هناك طرح مختلف لقضية الوعي الذاتي وأن يكون الإنسان ذاته ويعيشها بقيم، وخاصة المرأة وألوان القهر الذي يمارس على المرأة على جميع المستويات. وصالون ملتقى بإدارة أسماء وأشكرها على طرحها واختياراتها مكمل لهذه الفكرة، لكن فكرتك مبدعة في الطرح بشكل كبير. الرواية متماسكة قوية مختلفة متفردة تطورت بطريقة مشوقة وجاذبة. أنا بدأت معي من قصاصة النعي إلى أن وصلت إلى نهاية الرواية وأنا ما قدرت أوقفها من طول الليل، يمكن يعني بشكل متواصل. أجملها في الرواية الإجابات الضمنية لأسئلة قد تخطر للقارئ، مثل لماذا تكتب إيمان عن عنايات؟ في صفحة 94 صفحة 102 ذكرت الرد. الجميل أيضاً الاستجابة المفاجئة لأسلوب الكاتبة حيث كانت تبكي سعادة في قبر عنايات صفحة 161. أنا يعني هاي أدهشتني. فقرة الأرشيف عجيبة، فقرة جذة الشعور والقائمة اللي يعني جذة شعورها عجيبة. أنا الآن أكاد أسمع شكر عنايات لك لأنك أوجدت لها هويتها الأدبية والإنسانية من خلال عمل ذو ألق أدبي ومن خلال
ذلك أنت انتصرتي للمرأة وللعنايات وللإنسانية جمعاء بصورة مبدعة وخارج فضاءات المكان والزمان، حتى لو كان الإنسان في البرزخ أنت انتصرتي له في هذا النموذج. سؤالي في صفحة 202، أحسست أن هناك توجيه مبطن باتهام لأنيس منصور والسباعي أنهم قد يكونوا أو يكونان سبباً في إقدام عنايات الانتحار، بالرغم أنه كان واضحاً أنها لا تثق بذاتها ولا تصدق أن لديها موهبة وعندها أسباب كثيرة، بس حسيت في صفحة 202 كأنه في اتهام مبطن. السؤال الثاني، هل هناك معلومات جديدة بعد الطباعة ونشرة هذه الطبعة تجعلك تحسين بمسؤولية إضافتها في الطبعة الخامسة ولا لا؟ وشكراً شكراً شكراً شكرا جزيلا. انا والله يعني عايزه اشكر الصالون بجد، يعني ان انا ما توقعتش، يعني انا اصلا سعيده قوي انكم قريتوا الكتاب على فكره يعني وان انا اسمع يعني واو. تعالي يا ستي اقول لك الاتهام المبطن، لا ما فيش اتهام مبطن، في حاجه بسيطه جدا انك ممكن الواحد يحلل خطاب ظاهره ما، انت فهماني؟ يعني اقصد يعني انت عندك ده أنيس منصور طلع كتب عن عنايات 100 مره من غير ما يقول حاجه بالذات، هو يعني الفكره بس استثمار للمعرفه الشخص الميت، وده بيحصل لغايه النهارده في ثقافتنا العربيه. يعني انا مره حصلت حاجه على الفيسبوك موتتني من الضحك، طلعت اشاعه ان في شخص مات، شخص يعني له علاقه بالثقافه والترجمه والادب، ففي حد قام رايح على طول ناشر رسائل بينه وبين الشخص ده، طلع الشخص ما ماتش. يعني اقصد يعني انا عايزاكم تضحكوا بس على غرابه تعامل الناس مع الشخص الميت، يعني هو كانك بقى ملكيه عامه، بقينا نمتلكه ونعمل معاه اي حاجه لانه مات. انا اللي استفزني في حكايه أنيس منصور وعنايات انه هو بيستثمر معرفته بيها، بس هو ما عملش اي حاجه لو هو مقتنع فعلا انها كتابه كويسه. وهو انت اللي بتقول عندي قصصها وعندي رواياتها، لماذا لم تقم بنشر اي شيء؟ سؤال بس بسيط جدا. كمان في حاجه مهينه في استخدام الشخص الميت كمثال على حاجه ثانيه، وعشان كده كنت بقول من شويه انا ما كنتش عايزه اتكلم باسم عنايات، انا ما اعرفش كانت حاسه بايه. انا لما بكون هتخيل بقول اتخيل، فده مسؤوليتي الشخصيه عن اللي انا بقوله عنها، يعني انا بتحمل مسؤوليتي ان انا اتخيل حد، مش ان ده اللي حصل. فبالنسبه لأنيس منصور، انت لو بصيتي حواليكي هتلاقي اشباه لأنيس منصور، مش مشهورين زيه الحمد لله، يعني انه ما عندهمش الشهره دي، كانوا يعني جننونا في حياتنا. هتلاقي نفس الحكايه ان هو يروح يكتب لك كتاب عن ادب المراه ويقول لك المراه يجب ان يكون عندها حريه وان تكتب وان نعطي لها الفرصه. من انتم حتى تعطوا لها الفرصه؟ انا ما اعرفش. طب اعطونا الفرصه يا سيدي. ها، اول ما يكون في كتيبه ناجحه بشكل استثنائي، نفس الكاتب ده هيهاجمها. لا لشيء في الحياه الا انه نجاح المراه اللي بيوصل لدرجه معينه غير مقبول في مجتمعاتنا. يعني انت عظيمه طول ما انت يعني كده، بس تبقي كده او تكلمينا بقى عن كتابه شكلها كذا، لا، الطموح ده احنا ضده. فانا اعتقد اني انا ما اتهمتش أنيس منصور، انا حللت الوقائع من على لسان أنيس منصور، ما كانش عندي مصدر الا أنيس منصور نفسه. يعني مع اني سمعت بلاوي وانا بعمل البحث، بس ما كنتش عايزه احطها لانه مش كتاب نميمه، انا كنت عايزه بس أنيس منصور بمقالاته دي يخليني أطور جملتي عن فكرة كهنة الأدب اللي هما كانوا موجودين في الخمسينات والستينيات وما زالوا موجودين حتى الآن. شكراً. طرحتي تقريباً 3 أشياء ممكن مسببات اللي أنا فهمتها من الكتاب، يعني الحب اللي حبيتها سعد واللي ما قدرت تضحي عشان ابنها، حضانة الابن، وثاني شيء إن دار النشر إنه ما نشر، يعني كانت هو هي عندها اكتئاب مع أن بيئتها، يعني لما تشوفين بنت يعني سيدة تعيش في أبوها مثقف، كان يسمح لها تروح المتاحف وتروح السينما، ما كانت يعني ما كانت عايشة في عائلة مغلقة، يعني عائلة يعني متعصبة. يعني لأن المعاناة مش بس إنه العائلة تبقى متعصبة أو محافظة، المعاناة لما بنتكلم عن معاناة المواطن مثلا
هو له علاقة بالقانون، له علاقة بمؤسسات النشر الثقافية، أو له علاقة بالخدمة الطبية مثلا في حالات تانية. يعني أقصد، يعني فكرة أصلا الكلام عن إنه المرأة اللي بتبحث عن هوية لها هتلاقي الهوية دي لو أبوها متحرر مثلا، لا مش صحيح، لأن سؤال الهوية ده بيخبط في 100 حاجز. أول ما هي تخرج من باب البيت، أول ما تتساءل هي عايز تعمل إيه في حياتها يعني. فأنا أعتقد إنه ده مثال كويس اللي أنت بتقولي، يعني إنه ممكن تكون من أسرة أرستقراطية وأبوها متحرر وخريجه مدارس ألمانية، ومع كل ذلك تقف قدام القانون في قضية حضانة، فتكون السلطة الجديدة في المجتمع بتاعة الزوج اللي هو ضابط طيار أو ما عرفش إيه، يعني هي دي اللي تكسب لمدة سنين. مشكورة يا عمري. تفضلي فاتنة. تفضلي يا عمري. مبارح سامحينا فاتنة، مبارح صار تأخر الوقت. مساء الخير. Thank you. مساء الخير جميعا. بدي أحكي اللي عندي، بس قولي لي إذا هي في أثر عنايات الزيات ولا في إثر عنايات الزيات. نعم، في أثر. أثر، أوكي. في صفحة 9، جنت بولا وظلت تشتم النائمة وتدق بيديها على الجدران، غادرت البيت ولم تذهب إلى الجنازة. طبعاً الكل بيعرف إنه بولا نادية لطف. من بداية الرواية وتعرفنا على حادثة الانتحار، تأكدنا من حقيقة الصداقة الحقيقية التي كانت تربط الشابتين بطلتنا بطلتنا ونادية لطفي. هز وارتجف كياني من هذا العمل الأدبي الرائع المتكامل. منذ عام 14 تملكتك يا أستاذة إيمان روح عنايات، واتخذت قرار الإلمام بتفاصيل حكايتها. أما أنا قارئتك، تحبين معرفة شعوري خلال القراءة وتصوراتي؟ أقول في الأول قلت إيمان هذه أغاثا كريستي، وبعد صفحات عديدة قلت لا، إيمان هذه داني برا بشفرة دافنشي تنكش في المقابر والحفريات. إذن لنقرأ أكثر ونصبر بعد أكثر لنصل إلى نهاية الحقيقة. روايتك يا إيمان is a page turner بالعربية، زي ما قالوا الأخوات إيمان. كنت معك بإدمنتون مدينتي ببردها وثلوجها ودرجات حرارتها تحت الصفر ب30 و40، لما طلعتي لأنه خطر في بالك شيء نص الليل، طلعتي بالبجامة والروب برا يظهر مكتبة، ونسيتي قدي برد إدمنتون كان ممكن يوقع منخارك ولا إيديك. صح ولا لا؟ صح. وجامعة ألبرتا كتير إلها معزة عندي. درجات حرارتها تحت الصفر ب30-40 درجة تدفئك، ويشغلك لغز أغاثا وبراون وهيتشكوك كمان. أجمل ما في الرواية إضاءتك أو إضاءاتك على مصر الرائعة، بعد سلبيتها والكثير الكثير من جمالها وإيجابيتها. صفحة 53 مثال عن قوانين رائعة صدرت بنوفمبر 1952 لأفراد الشعب المصري، تعمل لهم يعني الكل بحب يقدر يقرأ يعرف شو هذه. صفحة 127 أمر بإنشاء القسم التاريخي الأول من نوعه في العالم في المتحف الزراعي، حيث نسخ عنه العالم هذه الفكرة. يعني مصر طول عمرها يعني ولادة زي ما بيقولوا. أخذتينا في رحلة عميقة لثراء الأدب والفن، الأدب، الفن، التاريخ، الأرض الخصبة، تنوع الثقافات والساكنين لأرض مصر غير زائريه وسكانه. لك يا إمام أرشيف منذ الصف الابتدائي الخامس، أنت شخصياً توثيق ليومياتك
أكد على أهميته لمساعدتك في رحلة حياتك وطريقة علمك. سؤالي، سألت الحقيقة عزة، بس أنا عنا قلت لكل واحد أسلوبه وعلامه، هل ارتاح بالك وفكرك بعد هذا الجهد الكبير؟ وهل عندك الرضا النفسي شبه الكامل؟ هل اعتبرت ما قمت به بحثاً أو رواية هو روحين؟ روحك وروح عينيات التي تلبستك، هل هذه بعدين عندك في صفحة 68 هو شعر، هل هذه خواطرها عن ابنها أو هو شعرك المنثور؟ في صفحة 100 هلأ هون سؤالي، أنا أشكر كثير على الرواية الرائعة، شكراً أسمى الغالية على إعطاء الفرصة. يعني صفحة 68 ممكن تقولي صفحة 68 هي لما قالت، أنا هلأ بقرأ لك إياه لأني كتبته لحاله، دقيقة واحدة بعثته لهنادي هلأ من لقيه. أوكي. في إحدى يوميات عنايات بعد تأثرها من عدم مخاطبة ابنها لها بماما افتكرت نحن لا نملك أحدا ولا يملكنا أحدا، هذه عنايات، إنها عنايات وليس عنايات. أوكي طيب بس فاتلة. خلصنا السؤال هلأ ما إجا. إشي كتير مهم لأنه الحقيقة في صفحة 149 ممكن توضيح عن، كنا نحكي عن المستشفى النفسي، قلتي أن الإصابة بالجنون تتزايد كلما تقارب شعب من الحضارة. تمام أنا فاكرة. أيوة. وكانوا في رأيه بمضمون تجاه الحضارة، يتجهون باتجاه الحضارة بخطى ثابتة. شكرا لك. شكرا جزيلا. أولا أنا جاوبت على سؤال منهم. أنا الحقيقة يعني بشوف إنه يعني هي حاجة جميلة الفخر القومي بإنه، يعني أقصد أنا كمان عندي إحساس طول الوقت إن مصر دي حاجة يعني بلد يعني خاص جدا لأنه بلدي، بس أنا أقصد سؤال الذاكرة مهم جدا. يعني أنا أعتقد إنه اللي بيحبوا مصر المفروض إن هما ينبشوا ويدوروا ويحاولوا يفهموا يعني إحنا أصلا زي ما إحنا كده ليه، يعني لأسباب حاجات كتير جدا حصلت سواء في الخمسينات أو الستينيات أو القرن التاسع عشر أو قبلها أو فاللي كنت بس عايز أقوله إن أثر أو إثر هو أثر، لأن الكتاب مهتم فعلا بقراءة الماضي أكتر منه ما إنه مهتم يعني بتوثيقه بشكل محدد. هل رواية أو بحث؟ ولا هو رواية ولا هو بحث، هو يعني creative non-fiction book. ممكن لو هو مطبوع في ألمانيا كانوا هيكتبوا عليه رواية، باعتبار إن عندهم كاتب زي زيبالد مثلا، دبليو جي زيبالد كاتب ألماني شهير، وفي كتبه بتلاقي جزء كبير جدا من البحث والحكي الشخصي وبتسموه رواية، أو موديانو الكاتب الفرنسي. تمام. لكن أنا بالحقيقة ما كنتش مشغولة بإنه يبقى رواية أو بحث. أنا كنت أنا أصلا يعني ممتنة لفكرة الكتاب اللي هو بين الغلاف الأمامي والخلفي في رحلة ما بتتقطع وبتتطور وبتتنقل من مكان لمكان. فمسألة التصنيفات أقصد هي مسألة مهمة وكل حاجة، بس يمكن تكون مش وظيفتي. في ناس كتبوا إن هو نون فيكشن، وناس كتبوا قالوا إن هو رواية، وناس قالوا إن هو كتاب بحثي. إلى كان عندك سؤال عن صفحة 149. أنا السؤال فاتني، بس صفحة 149 كنت بتسأليني عن عن الكلام عن الطب النفسي. ده كلام الدكتور وورنيك. أيوة. اللي أسس مستشفى العباسية، وده يعني كان بالنسبة لي مثير قوي، إنه أنا بنقرأ عن الاستشراق كلام إدوارد سعيد، خطاب الغرب عن الشرق مثلا، وبنقرأ عن الاحتلال والاستعمار، وبنقرأ أحيانا عن تاريخ الطب النفسي في البلد ده أو البلد ده. أنا حسيت إن الكوتيشن أو الاستشهاد من وورنيك كأنه خلاني أفهم حاجات كتير مرة واحدة. يعني هو الراجل إنجليزي دكتور شهير قاعد في مصر بيعمل
بيأسس مؤسسات للطب النفسي في مصر، وعنده نظرية استخدمها الاستعمار في الهند والاستعمار الفرنسي في الجزائر بعد كده، إنه إن الناس بيبقوا صحتهم النفسية كويسة طول ما هم متخلفين. المرض النفسي بيزيد كل ما نقرب للحضارة، وبالتالي بالنسبة لي أنا المفروض يعني لما الواحد يقرأ تاريخ الطب النفسي في مصر أو تاريخ الإنجليز في مصر أو whatever يشوف كل التعقيدات دي. يعني وورنيك ده بذل جهد كبير لتأسيس الطب النفسي في مصر، بس هو كمان أسس خطاب ما حوالين الطب النفسي، ممكن الخطاب ده إحنا نناقشه ونغيره ونشوف إيه اللي موجود منه، لأني أنا بسمع الجملة دي في مصر لغاية دلوقتي إن الناس المبدعة هي اللي عندها اكتئاب. لا يا جماعة مش صحيح، يعني أقصد ما فيش حاجة قالت كده أصلاً. المفروض نتعامل مع الاكتئاب بشكل جدي، هو مش ديكور، مش حاجة اتراكتيف ولا جذابة، يعني هو معاناة فعلا. فأنا بس كنت أقصد أوضح لك إن ده كلام دكتور وورنيك، وإن أنا كنت مهتمية أذكره في سياق كلامي عن يعني إيه امرأة مصرية تتعالج من الاكتئاب في الخمسينات والستينات. يعني لو المصادفة بينها وبين مي زيادة، يعني مي زيادة في الأخير وصلت لمستشفى الأمراض العقلية، يعني الظاهر في هاي الحقبة الفترة يعني الإنسان يعني صراع بين أني أكون امرأة وأن ما أكون امرأة حرة أني أعبر وأتكلم وأعاشر وأروح وأجي، يعني هذا مفهوم الحرية كان شوي يمكن هو المفهوم اللي يصير ارتداد نفسي على المرأة، يعني أتصور يعني من خلال استنتاج يعني جت لحظية يعني. وهو سؤال الاكتئاب كمرض نفسي، يعني أقصد يعني الاكتئاب كمرض نفسي ممكن يوقف أصلاً سؤال الحرية بتهيألي، يعني ممكن يخلي الناس حتى مش بتدافع عن نفسها، يعني أقصد مش عارفة أعبر عن ده إزاي، يعني أقصد الاكتئاب والعطلة اللي بيعملها للروح وللجسم يعني ممكن يخلي حاجات كتير قوي حقيقية ومهمة حوالينا ما تبقاش مهمة أصلا. يعني هي مشكلته من فهمي من تجربتي ومن قراياتي إنه هو بيعطل الإحساس بالأهمية، بأهمية الحاجات اللي كانت مهمة قبلها. Yeah. معانا الأستاذ عبد الرزاق، تفضل. أستاذ عبد الرزاق بعد سؤاله مكتوب اسمه. فكرت هو موجود معانا ولا؟ موجود بس قال بيبعته كتابي فأرسله، هل أقرأ عليك؟ بشوف مها عثمان تفضل يعني حد يعني يكون شخصي. أنا عندي بس أنا شفت السؤال، هو سؤال بسيط جدا يعني واضح جدا، أنا أقصد مش محتاج وقت. هل يمكن لي كقارئ أن أقول أن هذا الكتاب هو مرافعة نسوية أدبية نحو جهابيس الأدب تركوا فتاة عبقرية تنتحر، أو هو فقط كتاب يعرفنا على فتاة عبقرية سلبت عبقريتها قبل الوقت؟ الحقيقة هو ولا ده ولا ده يا أستاذ عبد الرازق. لو كنت عايزة أكتب عن فتاة عبقرية كاتبة يعني كان ممكن أختار كاتبة تانية. لو كنت عايزة أعمل مرافعة نسوية فهيكون حاجة لا أخلاقية إن أنا أستخدم عنايات أو لطيفة زيات أو أي كاتبة بالذات علشان أعمل مرافعتي النسوية. أعتقد الإجابة على سؤالك هي في اللي إحنا قلناه من أول الندوة، وهو إنه في حاجة اسمها إنك تهتم بحياة شخص وتكتشف يعني تروح بالماضي بأسئلتك ده عشان تفهم حياة الشخص ده. أنا هعطيك مثال يا أستاذ عبد الرازق، أنا كان ممكن أكتب الكتاب ده عن واحدة مش كاتبة أصلاً. كان ممكن أكتب كتاب عن جدتي، أو كان ممكن أكتب كتاب عن أمي، أو عن شخصية تعرفت عليها في حياتي، أو عن امرأة متخيلة. يعني أنا مش مضطرة أستخدم كاتبة وأعملها ضحية علشان أعمل مرافعة نسوية. أنا ممكن أكتب كتاب نسوية من غير أي particular example يعني. فلا هو ولا ده ولا ده، وهو مش مهتم الحقيقة. لو أنت قريتي الكتاب هتلاقي إن الكلام عن النشر والوسط الأدبي أقل حاجة في الكتاب. يعني أنا متكلمة في الكتاب عن التعليم الألماني ومعهد السويسري للأنتيكات وكايمر أكتر ما أنا متكلمة عن
الوصل الأدبي. ليه؟ لأني ما كنتش بعمل كتاب بالذات عن إن المرأة تكون كاتبة وفقط. يعني أعتقد الأسئلة بتاعتي كانت أوسع من كده شوية. شكرا على السؤال. سوري. تفضلي مها. تفضلي مها. مساء الخير. بشكرك أسماء على إتاحة الفرصة لمناقشة هذا الكتاب الجميل، وبشكرك دكتورة إيمان على الباشن والدرايف اللي أنا يعني من ما مسكت الكتاب خلصته يعني وأنا بطبخ كنت ماسك الكتاب وبنتي تسألني في إيه يا ماما أنت إيه المسكة هذا، لا لا بس دقيقة دقيقة تقولي دقيقة دقيقة. طيب يعني المهم أنا يعني شعرت إنك سمعتي استغاثة الراحلة عنايات الزيات. أنا أشعرت إنه أهلها حتى هذه الأسرة الأرستقراطية يعني دمروا أي أثر لها. يعني أنت بصعوبة وجدتي أشياء، يعني أنت كنت بتبحثي بحث دقيق وكنت صبورة جدا جدا، ويعني أعتقد إن هم نفسهم كانوا بيفتكروا إنه هذا عار. طبعا الانتحار ينظر له طبعا دينيا هو مخالف لكل الأديان، ولكن أنت طرقتي كمان للمرض النفسي بس بطريقة هو موجود بكثافة في كتابك، حتى في صفحة في صفحة هلا وين راحت الصفحة، في صفحة أنت بتتكلمي عن نفسك كنت تعبانة كمان شوي 2017، فأنت كمان أنت ذكرتي عن نفسك بس احترمتي هذه السيدة الراحلة. ويعني في أوروبا، أنا أعيش في النمسا، في شيء اسمه داتنشوتس اللي هو ما لا يسمح لك أن تأخذي المستشفى، لا تسمح حتى إذا أنا مثلاً أم لطفل مريض إذا أقول أنا أطالب بأوراقه الصحية لا يعطوني إياها، لأنه أنت احترمتي هذا الشيء وهي غير موجودة معنا. وأنا متأكدة إنها ترقد بسلام وتشكرك. وأنا أي سؤال، هل إنه أهلها وضعوها في هذه الغرفة مع السيدة الحبشية اللي كانت واحدة زوجات جدها عقوبة لها أو لأنهم مستعرين؟ أو أنا لا أعتقد، أنا أعتقد إن الأسرة فعلاً ما في أحد بيحق يعني الأسرة من يعني من أو ما بقى من الأسرة من أجمل الناس اللي ممكن تقابليهم. يعني أعتقد ناس في منتهى الحنان والعطف، وأيضا على الأقل الأخت يعني ما زال موضوع انتحار أختها مؤثر عليها حتى الآن وهي في الثمانينيات من عمرها، يعني ممكن نتخيل ده. أنا أعتقد أنه الانتحار استجمة أو حاجة بنحس بالعار منها، والناس هو مريض الناس ممكن ما يعرفوش يعني يتصرفوا نتيجة المرض صعب. الناس ممكن ما يعرفوش يتصرفوا في لحظة. ما هذيك الفترة ما كان الاكتئاب معروف مثل الحين. بالضبط بالضبط. يعني فكرة الانتحار، ولكن لديها الحظ، هي لديها الحظ إنه كان في المستشفى الألماني الذي كان يعتبر يعني مميز وأخذوها أهلها أخذوها تتعالج، لكن الخطورة. أنا فاهمة السؤال. فاهمة سؤالك. أنا بس عايزة أقول أنا فاهمة سؤالك، هل تسمعيني؟ أوكي. أنا بعتقد بس إنه في فرق بين إن الأسرة الصغيرة عارفة إن في اكتئاب وبين الدفن كحاجة اجتماعية، حاجة أكبر من مجرد الألم الشخصي بتاع الاكتئاب أو معرفة الأب والأم أو الأخت بيه أو المقبرة بتاعت أحمد رشيد باشا لو رحتيها، يعني زي ما أنا وصفتها في الكتاب، يعني في قاعة رئيسية للناس المهمين في الأسرة، وفي قاعة تانية وفي أوضة تانية جنبها للناس اللي برضو لسه مهمين، وبعدين الأوضة الصغيرة دي اللي على اليمين اللي هي فيها بعض مقابر الصدقة والجدة الحبشية اللي هي يعني كانت عبدة و هو السؤال هنا الحقيقة أنا ما عنديش إجابة عليه. أنا بعتقد إن الناس أحياناً ممكن يكونوا في منتهى الحنان والرقة وكل حاجة، بس في موقف اجتماعي أكورد يتصرفوا وحش، يعني أقصد. فأنا ما كنتش هناك علشان أعرف، وما حدش يتكلم بالذات عن موضوع الدفن، بس أنا بتخيل إنه اللي حصل إنه كان في المجتمع الذي حكمهم في صدمة الموت وفي صدمة الانتحار والموت،
وفي ما حدش متوقع ده، فالموضوع تم بأقل خسائر ممكنة، إنه 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 هذه المرأة تدفن في هذه الغرفة الجانبية عشان ما تبقاش جزء من صورة الأسرة اللي هي موجودة في المقابر، صورة الأسرة كأسرة يعني لها حيثية في المجتمع. فاللي بيروح هيزور الأوضتين الرئيسيتين ويعرف دي ده مين وده مين. الأوضة الجانبية دي واضح إن ما حدش بيزورها أصلاً لأن ما فيش فيها حد من الأسرة. انتي وعدتي بس ممكن مها تزوريها فعلا؟ في سؤال من الاخت بسمة، تفضلي. شكرا. طبعا انا سعيده جدا ان انا بقابل الكاتبه في ندوه، لان انا مشتركه في نادي الكتاب مع اصدقائي، والكتاب بالصدفه هو الموضوع بتاعنا. فانا عندي سؤالين لحضرتك. انا ممكن افهم الفضول اللي دفع حضرتك ان انت تدوري وراها، بس اشمعنى كملتي؟ لان رحله البحث كانت صعبه جدا، انت كنت بتقابلي كل قصقصه معلومه وبتدوري وراها، فليه كنت بتكملي ان انت تدوري وراها؟ دي حاجه. السؤال الثاني، في صفحه 152 كنت بتوصفي احساس عنايات ان هي تشعر انها خيال مآتة، تهتز يدها وهي تمسك بكوب القهوه. حضرتك استخدمتي نفس الوصف عن نفسك. انا كقارئه انا حسيت برعب، لان عنايات انتحرت بعد ده بكام شهر. فانا ما اعرفش حضرتك، فلما قريت الكتاب هي حست بنفس اللي هي حاسه، هي عايزه، هي كويسه. فليه حضرتك استخدمتي نفس الجمل في التعبير عن حالك وحالها؟ يعني هل ده كلام حضرتك ولا ده كلامها؟ هقول لك يا ستي. شكرا جزيلا. لماذا اكمل؟ بصي، لو انت وانت بتقري الكتاب كنت عايزه تكملي، انا زيك بالظبط. يعني هو الكاتب ده يجر قارئ، يعني هو بيبحث عن حاجه واكيد مستمتع مهما كانت المشاق ان هو يعرف او يكتب، ويكتبها ازاي واللغه دي، ويشيل حاجات ويحط حاجات طول الوقت وكذا. هي عمليه ممتعه اصلا. فاللي بيخلي فيه طاقه لانك تكملي كتاب اصلا هو ان يكون اسئلتك ما خلصتش، يعني لسه في حاجه مثيره او مهمه بالنسبه لك عايزه تفهميها او تجاوبي عليها، وده اللي بيخليك تكملي كتابه. وده نفسه هو اللي ممكن حد يخلي حد يكمل قراءه. بالمناسبه يعني انا في رايي الشخصي، الو معك، ما اظني بس يا في رايي الشخصي، يعني انه اهم حاجه في الكتب انها تكون ممتعه قبل اي حاجه تانية. يعني انا ما بصدقش اي حد يتكلم عن اي افكار عظيمه والكتاب مش ممتع. يعني هو لازم يكون ممتع الاول، وبعد كده نبقى نتكلم في اي حاجه، لانه يعني الامتاع ده اول حاجه الواحد بيستناها لما بيقرا كتاب. سؤالك الثاني عن توصيف حاله الاكتئاب، اقولك ده المقطع ده بتاعي. انا كنت بوصف حاله الاكتئاب الاول بتاعت عنايات انها كانت خيال مآتة، وكانت ايدها بتتهز وهي بتشرب قهوه، وكانت بتروح للدكتور كل يوم اربع. المعلومه الوحيده في الباراجراف ده ان هي كانت بتروح للدكتور كل يوم اربع. بس انا حسيت بعد كده ان ده خطا مني، ان انا بتكلم باسم عنايات وانا ما اعرفش الاكتئاب بتاعها كان عامل ازاي. على فكره الاكتئاب ده مش مساله عامه، هو مساله خاصه جدا. لو سألت 10 أشخاص عندهم اكتئاب هيمكن يشتركوا في حاجة، بس كل واحد هيبقى عنده لغته إنه يعبر عن مشاعر الاكتئاب دي. فأنا قررت إن أنا ما شلش الباراجراف اللي أنا قلته عن عنايات، وأجيب كلامها هو اللي في رأيي الشخصي أحلى من كلامي. يعني أنا بوصفها بإن إيدها بترتعش وكذا كذا، بجيب فقرة من اليوميات بتاعتها بعد كده، وكأن العنايات بترمي الصوت بتاعي بتخرجه بره الكتاب. يعني انت بتقولي عليا كذا وكذا، لا هو ده الاكتئاب بتاعي. هل ده واضح بالنسبه لك في الاجابه اسماء؟ مش بالظبط يعني انه هل حالتك كانت زي حالتها؟ هل حضرتك طبعا يعني حالتك كانت زي حالتها. فعارفه انت لما تكوني بتكتبي عن حد انت عايزه توصفيه بنفس الطريقه اللي بتوصفي بها نفسك. فأنا عملت ده بشكل تلقائي في الكتاب، وبعدين حسيت إنه مش عاجبني. هي اللي المفروض توصف الاكتئاب. اوكي، فهمت حضرتك. فجبت المقطع من اليوميات وحطيته بعد كلامي على طول، وكأن هي صوتها هنا بيزيح صوتي.
يعني بتقول لي يعني قدر العبي. أنا عندي طريقتي في التعبير عن الاكتئاب برضو. تمام، شكرا لحضرتك. شكرا. طلعي الدكتورة هنا، تفضلي يلا طول عمرك. دكتورة هنا، الصوت السماعة دكتورة هنا. مساء الخير جميعا. مساء ومبروك للروائية العظيمة إيمان مرسال. طبعا كتابك ممتع جدا مثل الأخوات الباقيات، يعني لما بديت أقرأ بعد ما قدرت يعني أريد أكمله يعني بسرعة. وفي الحقيقة أشياء مهمة جدا، يعني أنت دخلتين إحنا أمام كتاب وتجربة مهمة نادرا ما يعني يمكن في الكتب الأجنبية موجودة بعض التجارب من هذا النوع، ولكن في عالمنا العربي يعني ما أعتقد، أعتقد أنه هذه أول مرة يصير فيها هذا التداخل بين حياة الكاتب الشخصية وحياة والشخصيتين هي يعني نساء يعني عنايات وأنت امرأة. أنا وأنا أقرأ صار عندي كثير يعني تأويلات، فكرت أنه مثلاً عنايات عاشت قبل نصف قرن وعاشت في مصر وانتحرت بسبب ضغط المجتمع وضغط العائلة. بعدين فكرت شو صار بهاي الخمسين سنة، كيف حال مصر، كيف حال القاهرة. أنت وصفتي القاهرة في الخمسينيات والقاهرة الآن، وما الذي دفع إيمان أيضاً إلى الهجرة؟ عنايات انتحرت، إيمان هاجرت وتركت بلدها، ولكن لا يزال بلدها عايش في معاها ولا تزال ذكرياتها في القاهرة. والمقطع اللي توصفين به الأشياء اللي تركتيها في القاهرة عند بيت الوالد، ويعني هي تعبر عن يعني تتكلمتي عن لسان كل شخص مغترب أعتقد، يعني عنده هذا الإحساس اللي هو لا هو ميت ولا هو عايش، هو بين بين، وذكرياته في بلده وما قادر انه يعني صعب انه يمد جذور في هذا البلد. تكلمتي عن المجتمع وعن عجبتني كثير التجربة الوجود الألماني في مصر، يعني وانت انصفتي فعلا هذا الشخص كايمر، و هذه كانت رحلة ممتعة جدا يعني، وتتكلمين عنه وكيف هو إنسان عظيم وهل يسوى لمصر وللآثار، يعني شيء عظيم جدا. كثير تساؤلات يعني مثل ما يعني في كثير مستويات سردية في هذا الكتاب، يعني تكلمتي عن عميق جدا غني في كثير أشياء تخلي القارئ يربط بين الأحداث. أنت طبعاً بنجاح خليتي القارئ هو يستنتج وهو يؤول، يعني ما أعطيتي طبعاً التفسير وهذا ذكاء. كثير كان عندي أشياء بس أغلبها يعني أثيرت في النقاش. أسلوبك رائع. اي انا اكثر شيء قلت لك وقفت عنده هو وضع المراه في الخمسينيات ووضع المراه الان، وما الذي دفع ايمان الى الانتحار، ما الذي دفع ايمان عفوا عنايات. احنا الاثنين انتحرنا دونت وري. والله انا فكرت بهذه الطريقه لان الغربه هي ايضا انتحار. انتحار يا غربه انتحار. فبعد 50 سنة صار الانتحار بطريقة أخرى وهو الهجرة، لأن الهجرة أيضاً انتحار. والصمت الحقيقة، بصي يعني الصمت ال أنا حاطة عليه كنت بقرأ الحين عن الصمت. يعني الرجل أو المرأة اللي عندهم حلم وبعدين الحلم ده بيختفي يعني بيتلاشى، سواء ظل في بلده أو هاجر، أو يعني أقصد عدد النساء اللي عندهم أحلام والأحلام دي ما تحققتش وتعطلت للأبد. ما هو برضو نوع من يعني أقصد لو بنستخدم المجاز يعني هو نوع من الانتحار، يعني في أنواع كثيرة جدا. فعلا فعلا فعلا
فعلا يعني كتاب عميق وجميل جدا يعني، وانت تكلمتي بلسان عن يعني كثير نساء يعني اكيد بالتاكيد. شكرا جزيلا. شكرا. انا متشكره والله. شكرا. شكرا. مثل ما بدام انا تكلمتي عن الصمت، على اساس اللي ما قرا الكتاب في صفحه 185 تشير الى الصمت لطيفه زياد: الصمت حجره مغلقه، حجره مغلقه محكمه بلا نوافذ ولا ابواب، ينفجر منها الهواء بندا، استغاثه يختنق في حلوقنا، استجابه للنداء تختنق في حلوق اعزائنا. بكلمات مبهمه ناقصه مفتوره لا تكتمل ابدا وتتشكل ابدا، بصرخات حيوانات جريحه تحتضر في جحورها، صرخات لا يسمعها احد وان سمعها لا يفهمها. تتكلم لطيفه عن عنايات التي ماتت بهذا الصمت 25 من عمرها، ولكنها تشير الاحياء ايضا بما فيهم نفسها. تختنق الكلمات في حلوقنا ونصمت، نموت في حجورنا احياء. حلو التعبير. هل هو تعبير لطيفه او تعبيرك حضرتك يعني؟ ده اعتقد كوتيشن من استشهاد من يعني لطيفه كتبت. الحقيقه هي لطيفه زياد دي برضو حد فعلا مهم يعني، عظيمه يعني. يعني هي كتبت مقاله كم سطر يعني، اقصد يعني مش مقاله طويله عن عنايات، لكن اللي كان لافت نظري هو صدى الألم الداخلي اللي ممكن نفهمه لو حد يعني لو قرينا مثلا الميموار أو المذكرات بتاعت لطيفة زياد، وهي بتتكلم عن فترة الصمت بعد انخراطها في العمل الطلابي في 1947 ضد الاحتلال الإنجليزي وضد الملك. دخلت في فترة صمت وتجوزت رشاد رشدي اللي هو يعني يميني متطرف في مصر، وكان ضد أصلا فكرة الثورية بتاعت لطيفة زياد تماما، وبدأت تبقى امرأة ناجحة، عملت دكتوراه ونشرت الباب المفتوح وصمتت وبعدت عن الأصدقاء القدامى. لما الواحد بيقرأ إن لطيفة زياد كتبت ده في مذكراتها بعد كده وبيقرأ مقالتها عن عنايات الزيات، بحس إنه كأن لطيفة بتكتب عن عنايات وهي بتكتب عن نفسها برضو. هي عايزة تشوف أنواع مختلفة من الصمت، إن عنايات الزيات انتحرت بينما لطيفة الزيات تركت كل حاجة حقيقية في حياتها وصمتت لسنين طويلة لغاية هزيمة 67، وإن هزيمة 67 فعلا هي اللي رجعت لطيفة الزيات تاني لأنها تكون كاتبة ولأنها تكون شخصية عامة ومؤثرة في حياتنا يعني في الثقافة العربية كلها. فأنا أقصد كان في، أنا حسيت إن في تقاطع ما بين لطيفة وعنايات، وإنه هلو؟ لا نحن معاك. أنا حاسة إنه الصوت يعني. لا موجودة. بس أنا كنت بس يعني كنت فعلاً مهتمية أفهم إنه إزاي لطيفة زياد وهي بتتكلم عن عنايات بتتكلم عن نفسها كمان. وان انا وانا بتكلم عن عنايات او لطيفه بحاول احط ايدي على التقاطع اللي بيني وبينهم كمان، يعني اقصد هي مش سلسله نسب يعني، هي تقاطعات بين افراد يعني افراد مشاركين في انتاج الثقافه او المعرفه في بلادنا يعني. في مداخله عندنا من الاخت رنا عاطف. لحظه واحده بس، انا في المطبخ اصلا، هجيب كوبايه ميه لو سمحتوا. اتفضلي اتفضلي. رنا موجودة؟ أيوة مساء الخير. بس دقيقة، أنت الكاتبة؟ ما فيش مشاكل. مساء النور. أنا زي حضرتك، أنا كنت حضرت الندوة بتاعت حضرتك عندنا في الكلية، كلية الألسن، مع دكتور دكتور إيمان الحضري. أيوة أهلا بيك يا رنا. أنا سهلا. حضرتك كنت بتتكلمي عن الشعر بتاع حضرتك وإن هو تترجم لغات كتير، حتى من ضمنهم العبري، إن هو حتى كمان الشعر بتاع حضرتك اتنقل لإسرائيل. أنا عندي كذا سؤال بالنسبة للكتاب بتاعك، أو أنا الكتاب بتاعك بهني حضرتك على الكتاب، كتاب رائع. في طريقة السرد بتاعت حضرتك، إزاي قدرتي تنقلي الروح بتاعت نادية لطفي للكتاب؟ يعني كذا حد علق إن هو إحنا بنقرأ الكتاب بنحس إن إحنا بنقرأ كلام حضرتك بصوت نادية لطفي فعلا وبتعبيراتها وبحركاتها. تاني حاجة، إزاي كواليس لقاءاتك مع نادية لطفي كانت عاملة إزاي؟ برضو عايز أسأل على قصة الصندوق الكبير اللي كانت نادية لطفي محتفظة بيه حاجات بحكت عنايات زيادة. هل حضرتك تمكنتي بأنك تشوفي الصندوق، ولا كان ابنها لسه برضو مسلط الخدامة بتاعتها تفضل مخبية الصندوق؟
الحقيقه يعني فانت عايز تسالي عن صوت ناديه وحضورها في الكتاب. مظبوط مظبوط. يعني حاجه بالنسبه لحضرتك دلوقتي من ما شاء الله يعني من احسن الكاتبات الموجوده في العالم العربي. حضرتك اكيد واجهتي مشاكل كتير او تحديات كتير في خلال مسيرتك الادبيه سواء في الشعر او في مجال الاكاديميا خاصه في مصر. وحضرتك كمان بحثتي في سيره كاتبه من زمن الخمسينات والستينات، هل في تشابهات واختلافات ما بين الصعوبات اللي بتواجهها الكاتبات في العصر الحديث والصعوبات اللي كانت بتواجهها في زمان الخمسينات والستينات، مع ان كان عندنا كاتبات يعني في لطيفه الزيات وكان في مي زياده وكان في ناس كتير. وشكرا لحضرتك في جدا. شكرا يا رنا. يوم جامعه الالسن ده كان من اجمل ايام حياتي. طيب هي نادية لطفي الحقيقة، يعني أنا بشوف الناس بيستخدموا كلمة أيقونة عشان يوصفوا شخص معين، رجل أو امرأة لهم حضور. يعني أنا ما شفتش في حياتي كلها في تجربتي الشخصية يعني حد ممكن يعني يكون هو الأيقونة زي نادية لطفي. وطبعا أنا قابلتها وهي في سبعينات عمرها، يعني مش نادية لطفي الشابة اللي كانت بتمثل في آخر الخمسينات ولغاية نص السبعينات لما اعتزلت. ليه نادية لطفي يعني عندها الحضور ده؟ أعتقد أن جزء كبير منه أن هي فعلاً من نوع الناس اللي اشتغلوا على نفسهم طول الوقت. يعني أنا حتى كلمت في الكتاب عن إزاي هي ندمت أن هي قدمت عنايات الزيات لأنيس منصور ومعرفش مصطفى محمود او يوسف السباعي، وانه دولت اصلا مش الكتاب المهمين. وبدات نادية لطفي توريني ان الكتاب المهمين هم احمد بهاء الدين ويوسف ادريس ولطفي الخولي والخ. كمان نادية لطفي من انواع الحضور اللي عندها ان كان عندها اهتمام سياسي دايما بقضايا فعلا، يعني ما كانتش بس كنوع من الممثلات مهتمه بانها تبقى ناجحه او جميله، يعني كان عندها اهتمام بقضايا جوه مصر وبالقضية الفلسطينية وبقضايا عربية تانية كتير. أنا حاولت على قد ما أقدر أوصف نادية زي ما أنا حسيتها، يعني أقصد بصراحة أنا حسيت إنه، وأعتقد إن في مصر يعني طبيعي إن الواحد يحس كده، الواحد بيحس إنه هو جزء من حاجة أكبر منه طول الوقت. حاجة الأكبر منه دي طبعا بلد، يعني طبعا بلد، بس هي كمان اشخاص، يعني اشخاص بيمثلوا لك بذات لو انت مهاجره هم دولت مصر. وللاسف الشديد الناس دي بتموت واحد ولا الثاني، يعني لدرجه ان واحد ساعات بيفكر ان هو يعني لو عاش شويه كمان هيرجع مصر بقى يعني يلاقي مين يعني. فناديه كانت كده بالنسبه لي. ناديه كانت الفنانه اللي انا وخالاتي بنشوفها في القريه وبنعجب بفستانها وبطريقة كلامها وبنعيط في الفيلم، وهي نفسها الشخص اللي أنا قاعدة معاه ندخن ونتكلم عن عنايات وعن الكارير بتاع نادية وعن علاقتها بالمثقفين المصريين إلى خلاله. هل في تشابهات واختلافات تخص المرأة؟ أنت رأيك إيه رنا؟ يعني بجد أنا عايزة أسمع، يعني أنا مش عايزة أقول رأيي في الموضوع ده، أنا رأيي إن في حاجات ما تغيرتش وفي حاجات اتغيرت وفي ناس دفعوا أتمنى عشان يغيروها فيما يخص المرأة العربية. بس أنا يهمني يعني لو بما إنك أنت يعني شابة وعايشة في مصر إنك أنت اللي تقولي، يعني هل في أشياء من العنايات واجهتها لسه موجودة في الحياة بتاعتنا في اللحظة الحالية في مصر؟ موجودة، يعني مثلا في سلطة ذكورية في أماكن النشر، لكن في اللي هي زي ما حضرتك قلتي الكهنه القدام او ايا كان، دول لسه ما زالوا بيتحكموا في ايه اللي يتعرض على القراء او لا. حتى ده بيفكرني برضو بالكتاب بتاع حارس سطح العالم، ان هي الكاتبه ناقشت المشكله دي، مشكله مين اللي بيتحكم في تدفق الثقافه والقراء. ايوه بس طيب برضو اقول جدا. ان احنا في الوقت الحديث لسه برضو عندنا مساحه اكبر، ان السوشيال ميديا، المدونات طبعاً. الجرائد الإلكترونية دي بشكل ما فتحت مساحة أكبر لحرية الرأي طبعاً. والتعبير، خاصة أنها ممكن ما تكونش محكومة بشكل كامل للرقابة، لأن خلاص فضاء الإنترنت معلهوش رقابة بحد كبير. بس أنا سؤال تاني لحضرتك،
حضرتك قريتي الكتاب اللي نازل فيه سيرة نادية لطفي، هل حسيتي ان في ممكن يكون رابط ما بين الكتابين، كتاب حضرتك اللي فيه اجزاء من حياة نادية لطفي بعلاقتها بعناية الزيات وسيرة حياتها؟ يعني حد من يعني احد اصدقائي الكتاب اسمه مصطفى منير قال لي ان الكتابين بينهم رابط خفي، يعني اقرا عيني لا انا مش شايفه الحقيقه، انا مش شايفه اي رابط بين الكتابين اطلاقا، الا لو كان الحديث عن نادية لطفي هيخلي طبعا في رابط، هيكون في 100 كتاب اتكلموا عن نادية لطفي وانا اتكلمت عن نادية لطفي. بس هو الكتاب اللي انا قريته عن نادية لطفي هو كتاب صحفي وهو حوارات مع نادية لطفي، فنادية بتتكلم عن نفسها وعن الكارير بتاعها وعن علاقتها بالمثقفين. لكن لفت نظري في الفصل اللي عن عناية الزيات انه لا يمكن يكون فصل حقيقي. ليه بقى؟ لان يعني نادية لطفي لم تعرف اي شيء عن رواية عنايات عن كايمر. انا لما لقيت الكم صفحة المسودة هو اللي خلاني ابحث، فانا ما اعرفش اطلاقا. يعني حتى لما قابلت نادية لطفي في ديسمبر 2019 قبل ما تموت باقل من شهرين او بشهرين واسبوع سوري، اتناقشنا كتير جدا في موضوع قايمر ده، وقالت لي يعني انت قروبة انت عرفتي ده ازاي، فقعدت احكي لها عن يعني ان انت اصلا يعني احد الاوراق اللي انا اعتمدت عليها كانت منك يا استاذه ناديه، بس انت بس ما ركزتيش او ما بحثتيش عن الاسم او ما عرفتيش. فانا لما قريت الكتاب اللي عن ناديه لطفي لقيته بيقول وتقول ناديه لطفي انها كانت تكتب رواياتها لسانيه عن قايمر وكان عندها علاقة حب. لا، نادية لطفي ما قالتش ده ليا ولا له، يعني دي معلومات الحقيقة جاية من كتاب تاني. وأنا يعني الحقيقة مش بحب ده أبداً في الثقافة العربية، ممكن الناس ياخدوا حاجات من غير ما يعملوا استشهاد ويلخبطوا الدنيا. لأن نادية لطفي كانت أساساً ما عندهاش أي فكرة عن رواية عنايات الزيات التانية، فدي بس ملحوظة يعني. في مداخلة من منيرة المهندي، تفضل. مداخلتين وطولنا عليك استاذه دكتوره، سامحينا منيره. تفضلي منيره. مرحبا، مساء الخير. انا كان سؤالي ربما يعني سئل من قبل، ان ماذا عن الصندوق الذي لم يفتح من قبل رضا في بيت نادية لطفي؟ الى اي درجه ستتغير القصه لو فتح؟ ولماذا لم تخطط لجريمه خطف رضا بعيدا عن البيت من اجل الاستيلاء على الصناديق؟ أقول لك يا ستي، طبعاً يعني فكرة الجريمة لسرق صندوق دي فكرة عبقرية جداً وممكن نعملها. لا بس الكلاب الموجودين، كلاب طبعاً الشقة التي زرتها كثيراً في جاردن سيتي قفلت، وكل هذه الأشياء نقلت إلى شقة في الأسكندرية كمخزن. اللي أنا عايز أقوله بس إنه يا أستاذة منيرة، اعتقد ان يعني فكره الصندوق اللي اتكرر في كلام الاستاذه ناديه واستغنائي عنه حتى لو هو موجود وقالوا لي تعالي، انا فعلا مش مهتميه اشوفه. وهقول لك ليه، يعني لان الواحد حس ان في نوع من التهميش وصعوبه في الحصول على الماده واكسس للماده اللي موجوده بالفعل، لدرجه ان انا فكرت انه هو ده الهديه، انه غياب الارشيف ده يخليك تكتبي بشكل مختلف. يمكن لو كانت الاستاذه ناديه اعطتني الصندوق ده وهو فيه بقى ماده كتير جدا عن عنايات وعملها وكتبها عنايات وكذا، كنت اكتب كتاب تاني. يعني انت فهماني؟ يعني انا حسيت ان كان كانه في حاجه كده بتقول لي اللي انت اللي بيتعامل ده مختلف شويه، مش هيكون يعني قصه حياتها. ف لو في اي حاجه انا مش عارفاها او هتظهر في المستقبل، ده مش هيغير اي حاجه من رحلتي في البحث عنها. بمعنى ان رحلتي دي لها معنى داخلي بصرف النظر عن كميه المعلومات اللي انا وصلت لها. فانا ممكن اعرف معلومات كتير اكتر، وبرده ده مش هيغير من طبيعه رحلتي اللي تمت بالفعل تجاهها. هل كلامي واضح؟ مشكوره يا عمري. في عندنا كاتبه اماراتيه ريم الكمالي، واحدة من الكاتبات اللي نعتز فيها ومعانا ضيفة اليوم. تفضلي ريم. تفضلي. مرحبا بالجميع. الأستاذة إيمان، شكرا لهذا الكتاب الجميل. أنا بصراحة اللي يعني كل ما ذكروه العضوات كلها أنا لمسني في الحقيقة، لكن كنت حابة أتكلم من وجهة نظري أنا ككاتبة.
في عنايات الزيات. تعبيرك عن أعراض الاكتئاب الذي يصيب الكاتب تحديدا، لدى الكاتب تحديدا طموح، ويعني أنت عرضتي الاكتئاب بشكل طبي وأدبي، يعني عبرتي عنه أدبا. كيف الحزن هذا، يعني أنا برأيي يأخذ رد فعل نحو الموت الخسارة، كيف هالحزن يؤثر على الجسد، على العقل، على العواطف، وبالتالي على الروح. تأثرت كثيرا في هذه النقطة، والتغييرات اللي تحصل بعد الشهية، يعني بعد ما يعني يفقد الكاتب الشهية أو يفقد النوم أو اضطراب في المعدة، فلنقل ضيق في الصدر، شو ما كان، الطاقة هاي تنخفض عند الكاتب مهما كانت لديه استراتيجية وأنه سيكتب، وبالفعل هي كانت تخطط للكتابة. فما الذي أودى بها، يعني أنه خاصة في الدقيقة التي وصفت فيها مشيها في الشارع بعد قص شعرها وزيارة أخت ذلك الرجل الذي كان من الممكن أن تتزوجه، يعني قبولها في هذا في سيرها في هذا الشارع، شعرت بأنها بلعت فكرة الانتحار وبدون مخاوف وبدون ندم. وكيف هي عملية الحزن، ردت فعل لهذه الخسارة، فقدان شخص، فقدان أشخاص في حياتها. فيعني أنا عذرتها، يعني أنا ككاتبة عذرت عنايات فيما فعلت. المكتئب يعني يصبح مع الوقت، الكاتب المكتئب يصبح مع الوقت يعني شخص مقتنع بالرحيل. شكرا لك وألف مبروك. أنا متشكرة جدا، يعني أنا يعني حقيقي يعني أنا كمان بهتم قوي أقرأ عن التجارب الداخلية اللي هو أصلا يعني صعب نوصفها يعني، واللي أنت بتحسي أحيانا برضو إن في كتاب يعني بيقدروا يحطوا إيدهم على بعض ملامحها، هي مش كل ملامح، ما فيش حد بتهيألي مهما كان يقدر يتكلم عن الاكتئاب كمعطل كده وك يعني حاجة يعني داخلية بتجمد فعلا، بتجمد الحياة حوالين الشخص المكتئب. لكن الـ 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 الغريب بالنسبة لي فعلا إنه لمدة عقود كان في كاتبات عربيات مهمات عندهم اكتئاب بس ما كتبوش عنه، يعني أقصد كان في استجمة ما تماماً في الكتابة عن المعاناة النفسية. يمكن لما ده يتفتح نسمع ونقرأ كلام من كاتبات حتى يعني أصغر وكذا يساعدنا إحنا نفسنا يعني تهيل، يعني أقصد القراية عن الاكتئاب أحياناً فعلاً بتساعد الواحد يفهم حاجات هو بيمر بيها ومش عارف بالضبط يعني يتخانق معها ازاي او يزحزحها ازاي. شكرا لك. واستاذه ايمان، نقطه في عنك انت، يعني بعد ابنك استاذه اسماء، نقطه في حقك انت، انا شعرت انك انت مثل ما ذكرت احدى الاخوات السيدات الفاضلات في العضوات انك كنت فتره أغاثا كريستي وكذا، وفعلا انا شعرت بانك محقق بوليس، وشعرت بأنك يعني بحثة، لكن كل هذا كنت تملكين قلب شاعر، قلب امرأة يعني شاعرة، لا أعني القصيدة التي تلقيها، لكن شاعرة في حتى في بحثك عن في أثر عنايات، وتقدير لك، يعني تقدير كبير لك. شكرا والله. يعني يا جماعة في معانا دكتورة سعاد المرزوقي، هي دكتورة أمراض نفسية وكاتبة وأديبة. دكتورة سعاد، عندك مداخلة عن هالموضوع؟ مساء الخير. مرحبا يا دكتورة، يا مرحبا. شوف الصدفة، يعني الموضوع في مصميم عملك يا دكتورة تخصص. ها، أنا يعني في الحقيقة أولا أشكرت أستاذة أسماء على دعواتك المتكررة، وال يعني بصراحة أشعر بالجلوس مع يعني قامات قد يكونون يعني مو بس يعني كأديبات يكتبون الرواية. الحين أنا بس سمعت مداخلة الروائية ريم الكمالي، أنا للأسف ما قريت الرواية، وصلتني لكن لم أقرأها بعد، وحبيت أني يعني
اسمحوا لي بس أنا لأني كنت مع مجموعة في جلسة فعلى طول جيت على بس سمعت اسمي من الأستاذة أسماء. أنا عرفت أن هذه الكاتبة عندها رواية واحدة اللي هي الحب الصامت. الحب والصمت. فحبت أني أنا أقرأ الرواية أول وبعدين أقرأ روايتك. إذا بغينا نتكلم عن الاكتئاب وخاصة للمبدعين، طبعا إحنا لو نشوف معظم المبدعين في عندهم يعني أوقات معينة يدخلون في حالات الاكتئاب. سمعتك عزيزتي إيمان تتكلمين أن أنت بعد ما انتهيتي من الرواية حسيتي بالخواء، وهذا الشيء يأتي مثل المرأة الحامل عندما تكون حامل وبعد ما تنجب تصاب باكتئاب ما بعد الولادة. ومن الأسباب يعني نتيجة الدراسات بالفعل الانشغال الذهني يأثر على الهرمونات بالنسبة للشخص. لما تكتبين شيء تكونين أنت بوجدانك الكامل وأنت تكتبين هذه الرواية، وخاصة أنت تتكلمين عن امرأة شابة. مثل ما قلت لك أنا ما قرأت الرواية فما أعرف شو هي يعني المعطيات اللي موجودة أو الظروف اللي كانت تعيشها، بس من الواضح أنه لما يعني شخص يقبل على الانتحار في عمر صغير معناها أن هذا الشخص غالباً يكون عنده أسباب أغلبها تكون الاكتئاب. فإحنا نقرأ كثير من الروايات يتكلمون عن حالات نفسية، يتكلمون عن يعني اضطرابات في الشخصية يعني كأبطالهم في الروايات، لكن في الحقيقة معظم المبدعين يطلقون عليهم المجانين من باب أنهم عندهم طلاقة بالإبداع، لكن أيضاً ممكن يدخلون بالفعل في حالات معينة ويصير في أحياناً ارتباط مع أبطال أو الشخصيات اللي موجودة في الرواية. فهني يمكن أنا مو بس جالسة أفسر عن الاكتئاب، لكن أنا عندي سؤال يعني شو اللي خلات أنت بالفعل يعني ما الذي دفعك أساساً للبحث عن فتاة انتحرت في عمر 25 سنة؟ قد يكون حد آخر يعني سأل هذا السؤال، لكن بالذات في قضية الاكتئاب وأنت تطرقين لهذا الموضوع من خلال الرواية اللي أنت كتبتيها، فهل يعني أنا ما أتكلم عنك أنت ومشاعرك، أكيد أنت يعني شعرتي في التعاطف، يعني إحنا حتى كمعالجين نفسيين أحيانا مو بدنا ندخل في حالات الاكتئاب، لكن نضع أنفسنا في المواقف اللي مر فيها الأشخاص إنهم بالنهاية يدخلون بالفعل في أعراض تخلي عندهم سوداوية وممكن يقبلون إلى الانتحار. وشكراً لك يعني أنا للأسف ما سمعت هذا لأن مثل ما أقول لكم في شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً ولنا كلام معك لما تقري إن شاء الله. أكيد شكراً شكراً أخت أسماء. شكراً يا دكتورة سعاد، مشكورة. في مداخلة أخيرة من رويدة الجابر، ضيفة جديدة هي دائما معانا صار من أيام المال. رويدة موجودة؟ في حد عنده سؤال؟ تفضلي، ما أعرف اسمك. في حد رافع إيده؟ تفضلي تفضلي يا عمري، فاتحة رافع إيده. أنا أستاذ أسماء عندي مداخلة. مساء الخير. مرحبا رويدة يا مرحبا. دكتورة رويدة ما حضرتك. أهل مصر ما أقدر أقولهم لا، هم الأولوية. ربنا يخليك ربنا يخليك. فأنا عندي مداخلة، أنتظر بقى دوري ولا إيه؟ لا تفضلي تفضلي. ربنا يخليك. الحقيقة يعني أنا بشكر حضرتك طبعاً على اختيار الكاتبات المبدعات والأعمال المبدعة دي، وبشكر دكتورة إيمان، كتاب حضرتك ممتع وجميل. والحقيقة يعني أنا كنت حابة أقولك أنه من خلال قراءتي للكتاب وقراءتي لكتاب نادية لطفي اللي تعرضت فيه برضو لعنايات الزيات، أنا بحس أنه عنايات الزيات يعني هي صورة لكل امرأة قتلها الصمت المجتمع حوالين قيم ما زالت حتى اللحظة الراهنة بتؤمن انه مصير البنت متوقف على زيجة كويسة، انه مجرد ما جاء بتعبير الانجليز الجود كاتش، العريس الكويس، فخلاص لازم كل شيء، كل الطموحات وكل الاحلام تغتال على عتبة هذا الزواج الجيد. برضو الدكتورة سعاد اشارت الى فكرة خواء الكاتبات،
فهل حضرتك من خلال دراستك لعنايات الزيات وتتبعك لحياتها، احنا عندنا عنايات الزيات في مصر انتحرت بعد ما كتبت رواية واحدة، عندنا إيميلي برونتي توقفت عن الكتابة بعد ما كتبت رواية واحدة، فيرجينيا وولف بعد ما جسدت حياتها في روايتين To The Light House وميسس دالاوي أقدمت على الانتحار، هل حضرتك حسيتي أنه في عنصر بيربط بين الكاتبات الثلاثة اللي هو فكرة الخواء، ولا أنه هي ضحايا زي ما أشرنا إلى القيم والعادات اللي بتختلف من مجتمع لآخر، ولا يعني حضرتك شايفة التشابه ده إزاي؟ يعني بصي الحقيقة يعني بشكل عام أنا يعني أنا مش في وضع المتخصص اللي ممكن يشوف التشابهات دي، أنا يعني بشوفها بشكل مجازي أكتر، يعني بشوف إنه فعلاً الاكتئاب دي حاجة حقيقية، يعني هي مش حاجة ولا دلع. فيرجينيا وولف يعني انتحرت برضو لأنه أصابها الاكتئاب مرتين في حياتها بالضبط، ولا لأنه جذاب، ولا لأنه بيخلينا مبدعين أكتر أو كيوت أكتر أو أي سبب، هو حاجة موجودة زي أي مرض تاني. أنا كمان بفكر إنه يعني حتى بالنسبة لي، بالنسبة للعنايات، أنا ما أعتقدش إنه امرأة بتنتحر علشان الكتاب بتاعها ما اتنشرش، أو علشان الحضانة بتاعت ابنها، أو علشان أي يعني مش يعني ما فيش امرأة أو رجل بينتحر لسبب خارجي كده، إلا لو كان في نوع من الهشاشة الداخلية. فعلا يعني هي فكرة إنه المجتمع، يعني هي حست بالداتا، يعني إحساسي لما قريت الكتاب حست وكأن المجتمع كله في حالة صمت حوالين اللي يعني هي عنايات الزيات، خلينا نقول إنها نموذج لنساء كتير جدا عانوا من نفس المشكلة. يعني أنا لسه السنة اللي فاتت تقريبا كان عندي طالبة. لا أنا مختلفة معاكي، انا رايي الشخصي انه رغم ان احنا لما بنتكلم عن عنايات او فيرجينيا وولف بنتكلم عن الاكتئاب والانتحار، ولما بنتكلم عن عنايات ولطيفة زيات مثلا بنتكلم عن الكاتبه المصريه اللي عاشت وعانت في الوقت ده، ولو بنتكلم عن عنايات وعني ممكن نتكلم عن تيمة تانية، رغم ذلك كل الناس دي افراد، هم ابدا الموضوع مش موضوع المجتمع والفرد، مش بالبساطة دي. يعني أنا فعلا مختلفة مع الخطابات النسوية اللي بتخلي النساء كلهم في معاناتهم حاجة واحدة، لأنهم بيواجهوا نفس الباترياركال سوسايتي ولا السلطة بتاعت الانستيتيوشن اللي شكلها عامل إزاي، أو قانون الزواج والطلاق. لا مش صحيح، في أفراد، ولما بنتكلم عن كاتب زي عنايات أو زي غيرها أنا بتكلم عن فرد، يعني أنا مش عايزاها تكون نموذج لقهر المجتمع للمرأة، ده مش صحيح، هو ما كانش بالعمومية دي، في حاجة شخصية جدا خاصة بتركيبة الشخص وبالطبقة دي وبالحلم بتاع الكتابة وبتضامن بعض العناصر اللي المجتمع أصلا بيقدمها لأي ست عايشة في اللحظة التاريخية ديت، يعني منها القانون ومنها العلاج النفسي ومنها كذا كذا، ومنها النشر والتفرقة والتمييز في مجال النشر في الوقت ده في مؤسسات الدولة اللي كانت بتحلم تعمل يعني ثقافة، معرفش عاملة صناعات ثقيلة يعني. ففي الحالة ديت أنا بشوف الشخص في فرادته زي ما بشوف المشتركات اللي بينه وبين الآخرين، يعني أنا بس عايزة أركز على ده. يعني أنا مع احترامي لكلام حضرتك، بس إحنا لحد اللحظة الراهنة ما زالت قوانين الزواج والنظرة إلى تمام. فكرة العريس الكويس، العريس الثري اللي هيقدر يضمن للبنت حياة مادية كويسة ما زالت قائمة حتى الآن، يعني هي ده اللي أنا أقصده، يعني إن هي صمت المجتمع حوالين قصاد الفكره دي، ده اللي انا اقصده، مش اقصد بس فكره الثقافه الجنسيه. لا من رويده عندنا مشكوره يا رويده، في سؤال من الاخير من الاخت بشاير. رويده لازم نسوي جلسه ثانيه عن المراه، جلسه عن المراه اكيد طبعا قضايا المراه شغلنا الشاغل، كمان لازم نسوي لنا جلسه ثانيه عن حقوق المراه لو سمحتي. منوره يا ايمو. اهلا وسهلا، ازيك يا بشاير؟ شكرا شكرا يا إيمو على اختلافك، وشكرا على تلقائيتك، يعني الواحد من لما بيتفرج عليك بيحس انه بيشوف كذا نسمة هواء باردة فعلا، لانه يعني حديثك عن حديثك مليء بالتلقائية، ما في تصلب الأدباء.
أنا بس يعني أشعر أنه مشروعك الأدبي سواء كان في هذا الكتاب أو في كتاب الأمومة أو في شعرك ودائما الحديث إعطاء الميكروفون للهامش، البحث في الهوامش والابتعاد، محاولة إيجاد صوت فردي بعيد عن الانتماء لخطاب معين، سواء كان خطاب ثقافي، سواء كان طبقة معينة، سواء كان وسط ثقافي معين، جنسية معينة. يعني أشعر أن دائما هدفك هو إلقاء ضوء على الهوامش اللي دائما خارج النصوص. فالآن يا إيمو، وأنا يعني معرفتي بك كصديقة وكأديبة أنك دائما تبتعدين عن دائرة الضوء، فالآن بعد الجائزة يعني أتذكر في واحدة من قصائدك كنت تتكلمين عن بصوت أناك المستقبلية أنك تشوفي مدرسة إيمان مرسال، فدلوقتي هيبقى فيه مدرسة إيمان مرسال إن شاء الله. أتمنى لا والله. فكيف تشعرين وأنت داخل دائرة الضوء الآن؟ يعني أنت متألقة، بالنسبة لي أنت متألقة ورائعة، بس شكرا. بس how do you feel؟ أنا سعيدة بالجائزة وحاسة إن فعلا إنه ده نوع من الحقيقة هو نوع من التكريم والدعم أنا ما توقعتوش حقيقي، يعني ولا توقعت في حياتي كلها جائزة ولا سمحت لأي ناشر يقدم كتب ليا الجائزة. ده أول كتاب ليا سمحت إنه يعني ممكن يتقدم لجوائز ونجرب حاجة جديدة، يعني نشوف إيه يعني الكتاب هيتم التعامل معاه ازاي. فكأنا كنت سعيدة ان انا خدت الجائزة، واعتقد انها دعم كويس بالنسبة لي. زي ما انت عارفة بما ان مكتبنا قريب من بعض في جامعة البرتا، ان انا اكيد هاخد وقت من الجامعة اوف واقعد اكتب ان شاء الله. لكن انا عايزة حياتي ترجع يعني اهدى شوية زي قبل يوم 22 ابريل. يعني ما تعرفنا على بشاير، حضرتك كاتبه واديبه، يعني حياك الله في صالون الملتقى، شرفتينا واهلا وسهلا فيك. انا مو كاتبه واديبه، انا طالبه دكتوراه بس، ولي الشرف انه الدكتوره ايمان هي رئيسه قسم اللغه العربيه، فيعني لي احتكاك فيها. انا من السعوديه. يا مرحبا، ونحن والسعوديه واحد. واذا تحبين ايميلك تحطينا اياه على الشات، اذا تحبين برامجنا دائما تشرفينا واهلا وسهلا فيك. يعني بركات الدكتورة إيمان، يعني تعرفنا. شكرا يا بشاير. فأعتقد يعني بالنسبة لكل كاتب فعلا رائع أن يتم الانتباه لي أو أنه يبقى مرئي في لحظة، ودي تجربة كويسة الحقيقة برضو. يعني وبرضو رائع أنه هو يرجع تاني للأيام الطويلة اللي فيها ملل بقى، اللي هو بيحاول يكتب فيها ومش قادر وكده كما تعلمين. شكرا دكتورة إيمان. أنا بختم في فقرة 179. أريد لقدمي أن تعرف أرضاً مختلفة عن بيتي والشارع المؤدي إليه، وناساً جدداً وعقلية تتذوق الحياة بطريقة مختلفة. يا غد، أعطني بساط الرحيل لأطير إلى عوالم أخرى، فأنا أحب المجهول. مشكورة دكتورة إيمان. أنا متشكرة حقيقي جداً على اللقاء ده، وصدقيني يعني أنا أعتقد أن كل أي كاتب بيحب دايماً يشوف ناس مختلفة. يعني للأسف هو عالم عربي واحد، بس أنا ما أعتقدش أن أنا في حياتي كلها كان عندي فرصة أناقش مع كاتبات وقارئات ومثقفات من الإمارات. يعني ممكن تكون دي أول مرة فعلا بالنسبة لي، فأنا ممتنة جدا على الفرصة دي. هذا من حسن حظي ومن حظ يعني، ومن صراحة جائزة الشيخ زايد دائما تتعاون مع المجتمع المدني، ودائما في بيننا علاقة مشتركة، في دائما يعني نقرا كتابهم الفائزين، ونحن صدقيني نحن كلنا فرحانين. يعني تاكدي المجموعه الموجوده صديقات وخوات الملتقى، كلنا فرحانين علشانك. يعني من اول يوم مسكنا الكتاب يعني ما في منا حد قدر يتركه. يعني وصلني حقيقي، وصلني الاحساس ده. يلا ليله سعيده. تستاهلين الجائزه، وتستاهل عائلتك الكريمه، ونستاهل نحن كنساء انك تفوزين. وابو ظبي اكيد سعيده بوجود كاتبه اديبه تضم لجوائزها في جائزه الشيخ زايد، اللي يعتبر اجمل اثر في حياتنا، باني ومؤسس دوله الامارات العربيه المتحده، وابونا وروحنا العايشه اللي ما زال روحها عايشه معنا. يا مرحبا واهلا وسهلا فيك، وحياكم الله وحيا الله ضيوفك وضيوفنا كلهم. يا مرحبا. شكرا جزيلا، ده شرف لي. باي باي. ليلتكم سعيده. باي باي. ليلتكم سعيده.